موضوعنا النهارده هنتكلم عن اللانجويج. في ثلاث نقط هي الاجنده بتاعتنا. النقطه الاولى ازاي السويتش بيعمل حاجه اسمها ليرنينج. ويا ترى السويتش هيعمل ليرنينج ليه؟ السويتش لو عمل ليرنينج هيعرف ان هو يوصل محطة. فدي تاني بوينت عندنا. تاني بوينت الفورورد لينك. ازاي هيعرف السويتش يوصل محطة؟ تعرف لما السويتش بيوصل بحفره ساعات القصه بتبقى فيها بعض المشاكل بعض الاخطاء اللي بتسبب حاجه اسمها لوبس. دور كمان من ادوار السويتش انه يرموف حاجه اسمها لير 2 لوبس. هنشوف بقى مع بعض النهارده الاجنده بتاعتنا السويتش ده بيشتغل ازاي. واحنا بنتكلم عن اي سويتش؟ بنتكلم على اللان سويتش. لان سويتش يعني ايثرنت سويتش. يعني ازاي بيشتغل ايثرنت سويتش؟ ولسه بقى لما نبدا نخش في الراوتر وفي لاير 3 هنتكلم عن فريم ليس سويتش، اي تي ام سويتش، اكس 5 سويتش، اي اس ال سويتش. ف ده كده الكلام عن الايثرنت سويتش. محاضره كامله في الانترودكشن عن الايثرنت سويتش. وقدام شويه في الكورس خمس محاضرات كاملين عن اللان سويتشنج بالتفاصيل وبالتفاصيل وكل الحاجات دي. ليه؟ كنت انا جبت لك سيره المره اللي فاتت ان السويتش بيعمل كل دوره او كل ادواره باي سيز ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيرفيس. بمعنى اي تطبيق اي حاجه بيعملها اي ابلكيشن مخصوص بيبقى ليه اي سي هاي. والنهارده احنا معانا هندرس اي سي هايتين. اي سي هاي اللي هي بتاعه الليرنينج ازاي السويتش بيبدا يتعلم الناس اللي حواليه وده هيطلع بيتم من هاردوير باي سي. وازاي السويتش بيعمل فوروردنج برضه هيطلع باي سي. فالنهارده هنشوف بس اي سيتين وبقيه الاي سيز اللي بتشتغل جوه سويتش هتبقى ان شاء الله باذن الله مع الخمس سيشنز بتوع اختصار ايه؟ ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيرفيس. دايره متكامله. كل تطبيق كل تطبيق يعمل سويتش. يعني سويتش كله بيتعلم بيلرن تطبيق كله بيحاول يوصل الداتا بشكل سليم. ده ابلكيشن سبيسيفيك. انا نبدا الاول بالليرنينج. طيب الليرنينج هياخد مننا سبورت والفوروردنج هياخد مننا ثلاث صبابير. وبعدين هنعمل ايه؟ وقفات عند كل سبوره هنعمل ليرنينج وبعدين كل اسئله. واحترس من اول فقره اسئله. معروف ان اول فقره اسئله هي المدمره. حاول تسال في الموضوع ما تخرجناش من لا لا بالظبط. بلاش التاتش المصريه. بلاش تخرج بره الموضوع. يعني ما تستخسرش انك فهمت الحاجه فتحاول تخرج بالموضوع عشان خاطر تبوظ اللي انت فهمته. فرصه فهمت الحاجه احسن كفايه قوي كده. كل قوي كده ليه تسال اسئله؟ تدوي بيها نفسك وتدوي بيها زمايلك عشان تفهم. انا ما فهمتش. فخليك مركز في الموضوع. اسال بصوت الموضوع احسن. طيب يعني ايه ليرنينج؟ ليرنينج معناها فورمي ماك ادرس دي. يعني بيطلع ايه؟ هو وظيفه الاي سي بتاعت الليرنينج ان هي تكون جدول بالماك ادرسز بتاعت مين؟ مش بتاعت السويتش. عايز افكرك السويتش ملوش ماك ادرس. السويتش ده دي سي اي وشفاف ولو ان هم مش محتاجين يخلوا ليه ماك ادرس. بس السويتش بيفهم الماك ادرس. يعني ادي لو قدامنا سويتش ادي لو قدامنا سويتش السويتش ولا كنت من الكود بتاعه ولا كات من الكود بتاعته بيبقى عليه مكان. هو المفروض السويتش الايثرنت سويتش اللاب بيبقى كل الكود بتاعته اسمها نيك مش ويك. نتورك انترفيس كارد. فهو انا نيك من النتورك انترفيس كول استخدمت السي بي ليها مكان بس بيبقى ليها رقم. رقم البورت رقم واحد، رقم البورت رقم اثنين، رقم البورت رقم ثلاثه، رقم البورت رقم اربعه. كل بورت بتبقى مترقمه. طيب وبعدين؟ بنوصل احنا كده ما بين البورت دي وما بين الكمبيوتر. صحيح سؤال. ما بين الكمبيوتر وسويتش كابل ستريت ولا كابل كروس؟ ستريت. طالما جهازين عكس بعض سيب الكابل عادي، سيب الكابل ما تعكسوش. فهنوصل كمبيوتر على بورت رقم واحد. الكمبيوتر كده على الماك ادرس بتاعه ايه؟ ايه دي اللي هي ماك ادرس ب 12 حرف هيكسر.
بشكل اكثر احترافيه. طب بيعمل الكلام ده ازاي؟ السويتش اللي مخلي السيركتس بتاعته دي سريعه ان هي بتشتغل بشكل فعلا بسيط قوي. السويتش عشان خاطر يقدر ان هو يتعلم الناس اللي حواليه بيتعلمهم عن طريق يتشيك السورس مات ان 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 كومينج فريم. يعني طريقة التعليم بتاعت الاي سي دي طريقة بسيطة اللي هي ماشية ازاي وشغالة ازاي. سويتش اول ما انت شغلته ووصلت عليه الاجهزة بقى عنده جدول اسمه ايه الجدول ده؟ اسمه ماك تيبل. المفروض يتحط ايه في الجدول ده؟ ريليشن شيب ما بين حاجتين اني ماك ادرس موجود حواليه ويوصله من خلال اني بورت. الجدول ده بيبقى في الاول فاضي خالص. الجدول ده بيتخزن في اني ميموري جوه سويتش. الجدول ده بيتخزن جوه الرامات. بمعنى ان السويتش لما بيبقى اكيد طافي ولسه هتشغله بيبقى المفروض الجدول ده فاضي خالص مفيش اي حاجه خالص. ولو حتى السويتش اتعلم وجيت طفيت السويتش السويتش هيبدا للاسف الشديد يتعلم تاني من اول جديد لما تبدا تشغله تاني ان هو بيخزن المعلومات دي في الرامات. وده منطقي ليه؟ اصل ممكن حد يغير مكان حد كابل يغير مكان كابل توصيله يغير مكان توصيله فهو كان لازم يحط الكلام ده في الرامات عشان يعرف يعدل فيه بحريه وبسرعه. التيبل ده السويتش هيكون عشان بعد كده يعرف ان هو يوصل داتا بحرفها بين كل الاجهزه دي وبعضها. لسه هنشوف بقى لازم يكون. طيب المهم في ادي سويتش واصل على الاجهزه دي. السويتش بقى بيتعلم ازاي؟ السويتش على يعني عكس الفهم الخاطئ لناس كتير فاهم ان مجرد ما هتوصل الكابل كده على السويتش السويتش عارف خلاص مين اللي وصل عليه. لا خالص. يعني انا مش مجرد ما اروح جايب كده سويتش واروح موصل كمبيوتر على سويتش عادي جاب ده كمبيوتر كارت تراكي في كمبيوتر كارت لان وراح موصل كده مثلا على بورت رقم واحد مش اوتوماتيك على طول. مجرد ما هوصل البورت رقم واحد السويتش خلاص عارف ان البورت رقم واحد عليه ايه. اشمعنى؟ ما هو يعرف منين؟ هو اكيد السويتش مش بيتكلم مع الكمبيوتر واحنا عرفنا ان السويتش اصلا دي سي اي مش جهاز متكلم مش دي تي اي. يعني الدي تي اي اللي هو جهاز بيتكلم يبعت ويستقبل. اما الدي سي ده جهاز بينظم التوصيلات بس بينظم الاتصال بس. فعلي مجرد ما وصلت كده سويتش ما عرفش حاجه خالص. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ السويتش بيستنى لما الجهاز ده يتكلم. يوم ما الجهاز ده يتكلم ويبعت داتا الجهاز ده هيبعت داتا ليها ثلاثه رؤوس ودي احد الرؤوس فيها السورس. السورس اللي هو انا مين؟ سورس مان. فالداتا هتبقى خدمه من الكمبيوتر دوت ماشيه ثلاثه رؤوس ودي ماشيه ثلاثه رؤوس ودي رؤوس من الرؤوس فيها السورس مان. اول ما السورس ماك يجي للبورت دي السويتش بيبدا ساعتها يتعلم مين اللي واصل على البورت دي. يعني السويتش ما بيعرفش مين اللي واصل على البورت دي يعتبر ان هو بيستقبل بس. ما هو طبعا السويتش مجرد بيستقبل ويوصل بحرفها لكن السويتش نفسه ما بيتكلمش مع حد يقول له انت مين مثلا طب هات لي ماك. امال السويتش بيعمل ايه؟ السويتش بيستنى لغايه لما الجهاز اللي واصل عليه يبدا يتكلم. واول ما الجهاز اللي واصل عليه يبدا يتكلم بيبعت داتا ليها ثلاثه راس ودي راس من الروس فيها معلومه اسمها بري امم لو تفتكر تسخين وراها ديستنيشن ماك وراها سورس ماك
لما بي يبعت فريم هيقول مين السورس؟ هيقول ان بي هو السورس. طبعا لسه الفريم ليها تكمل. هيقول ان بي هو السورس. السويتش بيعمل ايه؟ يقول لك لقيت حد بيبعت لي داتا اسمه بي والسورس وجاي من على بورت 2 من على بورت 2. اذا فبي واصل من على بورت 2. السويتش ما بيتعلمش غير بالطريقه البسيطه دي، وده اللي خلى الطريقه دي تنفع تتنفذ ان هاردوير ان اي سيز. يعني عشان الطريقه سيمبل قوي، مش محتاجه بروجرامنج ولا سوفت وير ولا غيره. دايره تعمل ايه؟ دايره مجرد ما تلاقي الداتا داخله تشوف يا ترى السورس مات مكانه فين في الفريم. معروف ان السورس مات مكانه فين في الفريم. عدي اول 8 بايت، وبعدين عدي 6 بايت. ال 6 بايت اللي بعديهم خد كوبي منهم حطها في جدول. انت تعرف عامل حاجه زي كده. وعلى فكره طلبه كتير في مشروع التخرج عملوا سويتش مشروع تخرج. ازاي؟ سيرك دايره شويه ترانزستور تنشن على من البايت رقم بعد ال 14 بعد ال 14 ولمده 6 بايت. يعني دي 8 و6 دي 14. بدايه من البيت اللي بعد البايت رقم 14 وكمان لو ممكن 6 بايت خدها كوبي وحطها في ميست في جدول حط رقم الفول وخلاص على كده. حاجه زي كده تتنفذ بسهوله وببساطه. يعني انت مش شايفين الكيس صح؟ هي ليه معموله كده؟ عشان خاطر كان لازم. بيعمل ايه؟ سويتش هيطلع بيتعلم لما حد يتكلم بيتشغل. فالسويتش بيتعلم لما حد بيتكلم. طب لو ما حدش اتكلم السويتش مش هيقدر يتعلم. طب ما هو ليه ما يتعلمش؟ ما هو ما حدش يتكلم يعني ما حدش بيبعت. انت عايز بقى يتعلم ايه؟ عايز يتقابل نفسه على الفاضي. اذا كان ما حدش بيبعت الداتا هو يتعلمهم منين؟ وفي سؤال هيفضل يدور في ذهن الكثيرون. سؤال بيقول لو السويتش ما تعلمش فلان. طب وليه سويتش ممكن يكون ما تعلمش فلان؟ عشان فلان ما تكلمش. طب يا ترى هيوصل داتا لي ازاي؟ جيم الجواب بعد ساعة. هنعرف بعد ساعة يعني ساعة من دلوقتي. بعد كده هنعرف اجابة للسؤال ده مش في وقتها دلوقتي. بعد الفاصل. طيب فالمهم طلع السويتش بيتكلم بيتعلم بالشكل البسيط دوت ان مجرد ما حد يبعت داتا يبدا يشوف مين ايه من اني بورت. يعني زي ما بيقول المصريين بيتعلم ان هون ان هون ديفايس واصل على ان بورت لما الديفايس ده يتكلم. يعني لما ايه هيتكلم؟ منطقي تاني. ايه لما هيتكلم؟ هيطلع داتا يبقى ده راسه دي احد الروس فيها سورس ماك. والسورس ماك اكيد هيكون ايه؟ طالما انا ايه اكيد اطلعها بسورس ماك ايه؟ الكلام ده جاي من على بورت 1، فاكيد السويتش هيتعلم ان ايه؟ على بورت 1 ساعتها. فساعتها طبعا ايه كده عارف؟ السويتش كده عارف ايه فين؟ وعارف بي فين؟ هيعرف يوصل لهم بحرفات اكيد. اما لو السويتش ما اتعلمش فلان ازاي هيعرف يوصله؟ لسه هنعرفها بعد فاصل بعد شويه. عايزين ناخد بس بعض النوتس على اللي بيعملوا كده السويتش عشان خاطر نخلص موضوع الليرنينج تبدا تسال بعد اول فتره. اول نوت معانا على سويتش نوت ايه بتقول ان السويتش حتى بعد ما بيتعلم ويفلش الان اكتف تمبلز ويفلش الان اكتف تمبلز افتر 5 minutes of inactivity by default. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن يكون مضايقك بس ايه في حاجه كده طالعه في النص. بس لو حتى طب لو حد سالتوها كده تحس يبقى مفيش حاجه فاصل كده مش هتحس بيها. بص تلاقي نفسه بيطلع. عارف بيجي الحيز من هنا. طيب فبنقول ان السويتش هيعمل ايه؟ السويتش حتى لو اتعلم بعض الناس في الشبكه
وكون لهم جدول اسمه الماك تيبل، والناس ما تقلقش لسه جايه يعني هتلاقي في اعاده حالا الموضوع، بس منتظرين بقيه الناس تيجي عشان الاعاده مره واحده. ان حتى لو تعلم ان بي على بورت 2 وان اي على بورت 1 وان سي على بورت 3 وهكذا، السويتش لو لقى الناس دي قعدت ساعه تبعت لبعض داتا بيفضلوا يسجلهم في الجدول، شهر بيبعتوا لبعض داتا بيفضلوا مسجلهم في الجدول، سنه بيبعتوا لبعض داتا بيفضلوا مسجلهم في الجدول، طول هم اكتف بمعنى بيبعتوا داتا او حتى بيتبعت لهم داتا، فهو بيستخدم السطور دي، السطور دي كمان مستغله سواء واحد بيبعت او بيتبعت، فدي كده تعتبر بالنسبه له اكتيفيتي، بيفضل مسجل الكلام ده في الجدول. ولكن السويتش بقى لو لقى ان السطر ده لم يتم استغلاله لمده 5 دقائق، يعني الناس عادة تبعت لبعض شهر وبعد الشهر هم رايحين بس 5 دقائق، بطلوا يبعتوا داتا 5 دقائق، السويتش بيقول لك طالما بطلوا يبعتوا لبعض 5 دقائق يبقى اكيد خلاص بطلوا يبعتوا لبعض خالص دلوقتي. بيعمل السويتش بيفلش، بيفلش معناها بيمسح بيزيح الـ inactive entries، اي سطر كان مش اكتف after 5 minutes of inactivity، يعني لو قعد سطر غير مستغل لمده 5 دقائق بيبدا السويتش يشيله. هيتعلمه تاني امتى؟ السويتش هيبدا يتعلم تاني اللي شاله ده لما يبدا يتكلم تاني، يعني لما اي جهاز هيتكلم تاني هيبدا السويتش يروح يتعلمه مره تانيه. وعلي فالسويتش طلع ان هو مش عايز اصلا يتعلم كل الناس، على عكس برضه ما كان بعض ممكن الحاضرين يبقوا فاهمين ان السويتش صح ان اول ما نوصله كل الاجهزه يتعلم كل اللي حواليه، السويتش مش عايز كده. السويتش عايز يتعلم الناس الاكتف، عايز يرفع يعرف اسامي الناس ايه اللي بتاخد وتدي في الشبكات. يعني لو انت وصلت 1000 جهاز طلع ان في 500 اصلا ما بيبعتوش داتا دلوقتي، يمكن هيجوا يبعتوا داتا بعد شهر بعد اسبوع بعد سنه، هيبقى ساعتها يتعلمه، لكن هو عايز يتعلم الاكتف دلوقتي، عايز يبقى شاغل رماته اللي هي بيتحط في الجدول بتاعه بالناس اللي بتبعت في الوقت الحالي. وعليه فالسويتش بيفلش ان اكتف انترس افتر 5 مينتس اوف انكتيفيتي باي ديفولت. يعني ايه كلمه باي ديفولت؟ باي ديفولت معناها بالصديقه، اي بالفطره. يعني ايه بالفطره؟ يعني زي ما الناس اللي حضرت اللاب، الناس ان شاء الله هتحضر اللاب الجمعه، تمام؟ الناس اللي هتحضر اللاب الجمعه، فباي ديفولت معناها متضاف لط على كده، متضاف لط على كده، يعني جه بالفطره يعمل بذلك، جه بالفطره بيشتغل بكده. وكلمه فطره المقصود بيها ان احنا نقدر نغيرها، يعني احنا نقدر نغير اي حاجه هتتكتب في الكورس باي ديفولت. ده اصلا سؤال مشهور في امتحان 6 يقول لك هو لو حاجه باي ديفولت كان بي تشينج كان بي اديتد ولا لا؟ اي حاجه هي باي ديفولت طبعا اقدر ان انا اعدل فيها او اغير فيها، طالما ليها ديفولت يبقى ليها سيتنجز ممكن تتعدل، اقدر اديت فيها اقدر تشينج فيها. فباي ديفولت المقصود بيها ان هي قابله للتعديل، يعني انا ممكن اغير الارقام لو 5 دقايق مش عاجباك ماشي براحتك، بس خليها 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه. انفينيتي، انفينيتي معناها مش لو اتعلم حد ما يمسحوش ابدا براحتك، بس الارقام دي محسوبه بدقه من مهندسين شبكات من تجارب في شبكات ان هي الافضل. هم لقوا ان افضل حاجه ان لو السويتش لقى سطر ما بيستخدمش لمده 5 دقايق احسن يتشال، 6 دقايق لا مش حلو، 4 دقايق لا مش حلو، 5 دقايق هو الانسب. وده راجع لحسابات ليه يتشال اصلا؟ او ليه يعني ما تشالش؟ تعالى نتخيل معايا شبكه زي شبكه سيتي ستارز 300,000 جهاز، وكل سويتش بيتعلم 300,000 جهاز، ويطلع في الاخر 300,000 جهاز دول نصهم مش هيبعت داتا دلوقتي خالص، يفضل السويتش نايل الرامات بتاعته على الفاضي وهو مش هيستخدم كل السطور دي، ما لما يجي يبعته تاني يبقى يتعلمه. افرض واحد راح جايب الكمبيوتر بتاعه بيجرب بس بيه حاجه في الشبكه، وبعد كده هيرجع الكمبيوتر البيت مش هيشتغل بيه، يفضل السويتش يتعلمه طول عمره ليه؟ يعني ليه يبقى عليه ذنب؟ وعلي فالسويتش بيعمل ايه؟ السويتش بيقول لك طب ما انا كده كده لما هيتكلم هبقى اتعلمه، يبقى اتكلمه عند الاحتياج، هتعلمه لما يبقى يبعت داتا. فتاني الناس اللي لسه حضرت ان السويتش بيعمل ايه؟ السويتش اول وظيفه ليه؟ لان سويتش يبقى جوه اللان مش اللي في السنترال. اول وظيفه ليه انه بيكون جدول اسمه الماك تيبل. بيكونه ازاي؟ عاطف ان هو بيتشيك الناس اللي بتبعت داتا، من الاخر زي ما بيسموها كده يتصنط على الناس اللي بتبعت داتا، بيسترق السمع للناس اللي بتبعت داتا. واي حد بيبعت داتا بيشوف هو مين؟ السورس بتاعه ايه؟ ويبدا يروح شايف السورس دي جت من على بورت 2 يبقى بيعرف بورت 2. هو مين ايه؟ من على بورت 1 يبقى ايه من على بورت 1؟ يعني هنشبهها بالشكل ده، اعتبرنا دلوقتي احنا كلنا قاعدين جوه سويتش. وفين البورتات بتاعته؟ الباب ده بورت رقم 1، الباب ده بورت رقم 2، والباب ده بورت رقم 3، والباب ده بورت رقم 4. فايه اللي حصل؟ دي باب رقم 4 راح جوه سويتش. ايه واحد راح داخل قال انا دي، تمام؟ دخل السويتش كده قال له انا اسمي دي، السورس بتاعي دي، وعايز اروح لاي حته. فالسويتش فهم ايه؟ قال كده هو انت دي، يبقى دي موجود من على بوابه رقم 4. وفعلا لو دي كان بعد داتا كان السويتش هيعرف ان دي موجود فين؟ عند بوابه 4. فالكلام ده السويتش بيخزنه في جدول بنعتبره بالنسبه للسويتش هيستوري،
تاريخ ان هو سمع ان دي موجود فين، طب سمع ان سي موجود فين، طب سمع ان بي موجود منين، طب سمع ان ايه دخل له منين وهكذا. ولكن بعد خمس دقايق هيجوز سويتش، بعد خمس دقايق لو دي غلطه ليه بعت داتا او اتبعت له داتا بينسى مين اللي كان موجود ورا بوابه اربعه، يقول لك انا ما اعرفش مين بوابه اربعه دلوقتي. لما دي يبقى يخش مره ثانيه ايه ده دي بوابه اربعه، يروح يسجله مره ثانيه. فدي كده اول نقطه بالظبط بالظبط. ان السويتش ملوش معنى، ان السويتش بيعمل ايه؟ بيتعلم الكات الناس اللي حواليه. السويتش ليه ارقام بورتات بس، كل ما نك على السويتش اللي هو نك بتاع دي سي ليه ارقام بورتات فقط مش اكتر من كده. طيب تعالوا نشوف مع بعض اكتر واكتر في موضوع الليرنينج ده. معلش بس التكييف ده عشان ماشي قلت بس يعمل لك شويه طراوه كده كده انت وصلت لدرجه الغرقان بس انك انت لازم تسيطرنا قدام الكاميرا، لازم تسيطرنا قدام الكاميرا، لازم لو في سطر لو في سطر قعد فترة السويتش ما بيستخدموش بيمسحه بعد خمس دقايق. هل بتصوروها اللي بتنزلوها ولا العيار الثقيل سويتشات اللي هي بتبقى 576 بورت، سويتشات اللي بورتاتها بتبقى كتير. سويتش عنده 576 بورت، بورت واحد وبورت اثنين وبورت ثلاثه، بورت سبعه، بورت اربعه، بورت 100، بورت 200 لحد 576. شكله عامل ازاي؟ كده بص يعني اكنك بص شايف السويتشات دي كلها فوق بعض كده، بس هو سويتش واحد. يعني في الاخر هو العرض ثابت. بس كل ما نزود بورتات كل ما السويتش يبقى، بس دايما العرض عندنا ستاندرد عشان يركب في الكابينه او يركب في فاترينا بتاعت السويتشات اللي هي بيسموها الريك. طيب المهم لو سويتش 576 بورت وواصل عليه ديفايسز اتكلمت، توقعاتك هيطلع الماك تيبل في كام سطر؟ يعني لو كل البورتات واصل عليها ديفايسز والديفايسز بعض داتا يعني السويتش اتعلمهم كلهم، اتوقع الماك تيبل بتاع السويتش ده هيبقى فيه كام سطر؟ المفروض يعني المنطق يقول ان هم 576، ولكن انا قايل لك السؤال ده عشان خاطر هنطلع بيها المكمل. السويتش هو 576 بورت اللي هو اسمه كاتاليست 6513 6513
السويتش دوت الداتا شيت بتاعته بتقول نقدر يستحمل لحد نص مليون سطر في الماك تيبل. نص مليون سطر في الماك تيبل ده كتير، هو 576 بوت. اسمه ايه معلش؟ الكاتاليست بتاعه 6513 هو بتاع المره اللي فاتت. ف 6513 سويتش الداتا شيت بتقول ان يقدر يستحمل اب تو نص مليون سطر في الماك تيبل، وقال لي نص مليون سطر اللي هو كله عباره 576 بوت. ما هي النقطه ممكن تكون عامله ازاي؟ ان لما حد جايب سويتش كبير زي السويتشات دي مش هيوصل بورت، مش هيوصل بورت 7 دي على كمبيوتر بشكل مباشر، وما هيوصل بورت 7 دي على النت. راح نطلع كابل من بورت 7 دي ويوصلها على سويتش تاني او حتى على هب. ايه القصد؟ انه مش هيوصل البورت دي بوينت تو بوينت مع كمبيوتر، هيوصل البورت دي ستار توبولوجي. ستار توبولوجي معناها ان بورت 7 هتكون واصله على مين؟ هتكون واصله على جهاز اسمه ايه؟ واصله على جهاز اسمه بي الماك ادرس بتاعه، وعلى جهاز الماك ادرس بتاعه سي. طبعا الماك ادرس 12 حرف هيكس، انا بسطته بس عشان خاطر الشرح. فالمفترض ان السويتش اللي فوق ده امتى جابها بالنظر؟ يعني المفروض السويتش طبعا عشان ما عندوش عينين مش شايف، فالسويتش بيعمل ايه؟ بيستنى الناس تتكلم عشان هو يتعلم. لكن انت تقدر تجيبها بالنظر، انت ما تقدرش بالنظر تقول لي هو بورت 4 توصل السويتش ده مين؟ لدي. طب بورت 3 توصل السويتش ده مين؟ لسي. بس السويتش ما عندوش النظر ده، انت عشان عندك كده اسمها تعرف تجيبها، بس السويتش محتاج كان يسمع من هنا. فتعالى احنا نجيبها من النظر. السويتش ده بالنظر بورت رقم 7 توصله لمين؟ بورت رقم 7 توصله لاي والبي والسي. فبيكتب كده ان اي على بورت 7، بي على بورت 7، سي على بورت 7. وهو الحقيقه هو عارفه منين؟ هو ما شافهمش، يعني السويتش ما بصش من بورت 7 ولا 3. الثلاثه هم اللي يقولوا، الثلاثه هم اللي يقولوا ازاي؟ ايه لما بعت داتا قال انا ايه؟ فدخل السويتش ده من بوابه 7، ودي برضه لما بعت داتا قال انا دي، ودخل السويتش ده من بوابه 7، وسي لما بعت داتا قال انا سي، ودخل السويتش ده من بوابه 7. يعني لو كان عندنا هنا ده سويتش في بوابه اسمها بوابه 7، ثلاثه دخلوا له من البوابه دي، فبدا يكتب ان اي وبي وسي مستخبين في البلكونه قاعدين ورا بوابه رقم 7. بقى واصلين على سويتش تاني، واصلين على هب تاني، ما بيبقاش عارف. يعني في الاخر عشان السويتشات شفافه والهبات شفافه، فما بيعرفوش بوابه 7 دي في ثلاث اجهزه. طب ثلاث اجهزه ليه واصلين على هب واصلين على سويتش وبيقول لك مش عارف؟ المهم ان في ثلاثه بس واصلين على البورت دي، وده اللي يهم. يعني مثال كده، لو بورت 2 طلع منها كابل وواصله على سويتش تاني، والسويتش التاني واصل عليه جهاز اسمه دي وجهاز اسمه اي وجهاز اسمه اف، فمن وجهه نظر السويتش ده بورت 2 توصله لمين؟ بورت 2 توصله لدي، وبورت 2 توصله لاي، وبورت 2 توصله كمان لاف. فبورت 2 هتوصله لاكثر من جهاز. يعني نوت بي يعني سويتش بتقول ان عادي جدا ان السويتش يتعلم السويتش كان له many devices on same board. عادي جدا ان السويتش يعرف ان في اكتر من جهاز على نفس البورت، والدليل 500 بورت يقدروا يشيلوا نص مليون سطر. طبعا 500 بورت يقدروا يشيلوا نص مليون سطر، فده معناه ان ممكن تبقى البورت الواحده واصل عليها كذا كذا واحد كذا شخص. هو انا لو فصلت جهاز قبل خمس دقايق وصلت جهاز تاني ايه اللي هيحصل؟ دي النوت سي، دي النوت اللي جاي. هو كده ما استفادش اصلا من 576؟ ادي 576 بورت؟ لا لا كلهم واصلين كده، انا بس رسبت 2 بورت بس عشان بس ما تكبرش. مش عارف يعني انا هجيب سويتش اوصل لهم كل ثلاث بورت سويتش تاني؟ اه امال ايه؟ اللي بيجيب السويتشات الكبيره دي ما بيقدرش يوصل عليها كمبيوتر. اللي بيجيب السويتش ده عشان البروسيسور بتاعه يبقى سريع بيجيبه عشان يوصله بسويتش تاني. يعني مثلا في شركه بالظبط انا سويتش تاني بس مظبوط. يعني مثلا في شركه زي الشركات اللي بتبقى مباني كبيره دي بيعملوا ايه؟ في كل دور بيحطوا سويتش، بيجمعوا كل السويتشات اللي في الدور دي على سويتش كبير. سويتش كبير. ده سويتش زي ده بيسموه كور سويتش. زي ما سمعت كور سويتش. هو سويتش قلب، سويتش اللي هو مش يوصل على كمبيوترات، سويتش يوصل على سويتشات تانية. كور سويتش. هو اصلا السويتشات الكبيره دي ما بتستخدمش ان هي توصل على بي سيز، بسرعه توصل على بي سي، ان البي سي مهما كانت قوه البي سيز مش هتبقى بقوه البروسيسور بتاعه. لكن سويتش البورت الواحده توصل على مجموعه بي سيز ده انسى. عايز البورت دي توصل لناس كتير. انا تاني الدور ده احنا وصلنا فيه سويتش، الدور في ايد سويتش،
هنا في اجهزه وصلنا على سويتش، والدور اللي فينا في كام كمبيوترات وصلنا على سويتش، والدور الثالث في اجهزه وصلنا على سويتش. دلوقتي بقى عندنا ثلاث سويتشات، عايز اوصل السويتشات دي ببعض. ممكن اوصل السويتشات دي ببعض ازاي؟ الطريقه اللي انا اوصلهم ستارت بورد، اوصل الثلاث سويتشات على سويتش كده. طب ما حدش والله انا عارف ماشي امبارح الساعه 6 الساعه كام؟ الساعه 3 وربع فجر. انا ما وضبت اللاب وشيلت الحاجه وحطيت الكراسي بالشكل ده وكنست ومسحت. كنت طلعت في التسجيل. طيب فتعالوا نشوف مع بعض. كل سويتش واصل على بعض السويتشات فممكن تبقى بورت من بورتات السويتش. عشان واصل على سويتش تاني البورت دي تعرف توصل لاجهزه كتير. وزي ما النوت بتقول سويتش كان ليرن ميني ديفايسز اون ذا سيم بورت، على نفس البورت 200 اتعلم ميني ديفايسز. برضه سؤال تاني، عشان اوصل سويتش لسويتش وما عندناش اي سهيت الاوتو سنسنج، كابل ستريت ولا كابل كروس؟ كروس. كابل كروس ما بين سويتش وسويتش، ما عندناش الاي سي يبقى كده اشتغل بكابل كروس. طب ما بين سويتش وهب كروس بورت، اي جهازين من نفس الفئه دي سي اي دي سي اي ما فيش الاي سي يبقى كروس، اي جهازين من نفس الفئه دي تي اي مع دي تي اي وما عندناش اي سات ده برضه كروس. طب ما تيجي نشوف السويتش ده اللي ليه جدول، اكيد السويتش ليه جدول. السويتش ده ليه جدول وليه بورتات، بورت 1 بورت 2 بورت 3 بورت 4. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده بورت 2 في السويتش ده شايفه ايه. يعني لو السويتش ده كان مشي من بوابه 2، لو السويتش ده مشي من بوابه 2 كان هيلاقي 2، ولو مشي من بوابه 3 هيلاقي ايه، ولو مشي من بوابه 4 هيلاقي اف. صح. بص حط نفسك هنا كده جوه السويتش ده، هنا من جوه. لو طلعت من بوابه 2، لو طلعت من بوابه 2 هتلاقي دي، لو طلعت من بوابه 3 هتلاقي اي، لو طلعت من بوابه 4 كنت هتلاقي اف. السويتش ده لو طلع من بوابه 1 هي مش واصله على كمبيوتر، ده بوابه 1 دي واصله على سويتش ثاني وسويتش ثاني كبير. يا ترى لو طلع من بوابه 1 هيشوف مين؟ لو السويتش ده طلع داتا من جوه واحد، الداتا دي ممكن توصل لمين؟ هيطلع ان السويتش ده لو طلع من بوابه واحد، طلع داتا من بوابه واحد، الداتا اللي طلع من بوابه واحد ممكن توصل لايه؟ هو يقدر يوصل لايه من بوابه واحد؟ يعني هل ايه بالنسبه للسويتش ده على بوابه 2؟ لا يمشي على بوابه 2. طب ايه على بوابه 3؟ لا. طب هل ايه على بوابه 4؟ لا. هو ما عندوش غير 4 بوابات، فايه اكيد هيكون موجود فين؟ على بوابه واحد. هو مش اكيد ان هو بينجم، هو اكيد عشان خاطر جاله خبر يقيني، جات له داتا اكيد في يوم من الايام من السورس هناك. ايه الداتا اللي جت من ايه؟ جات له بص ازاي؟ جات له من على بوابه بالنسبه لواحد. طب مش بوابه 200؟ السويتش ده ما لهوش اصلا 200 بوابه، ده سويتش صغير، ده سويتش ما عندوش غير 4 بوابات. كل سويتش بيبني الجدول بتاعه على حياته. السويتش اللي عنده 500 بورت بيبني جدوله بناء ان هم 500 بورت وكل بورت واصل على جهاز او اكتر. اما السويتش ده عنده 4 بورتات، شايف انه لو مشي من بوابه 2 يوصل لايه؟ بوابه 3 يوصل لايه؟ بوابه 4 يوصل اف، ولو مشي من بوابه 1 هيوصل لايه؟ ومين كمان؟ بي. ومين كمان؟ وسي. مش بس دول، وبقيه الناس اللي في الشبكه، يعني بوابه 1 دي هتوصله لكل الناس اللي شايفهم السويتش ده. تاني عايز افكرك كل سويتش مش عارف هو واصل على مين، سويتش ولا هاب، كلهم مع بعض اجهزه شفافه. امال كل سويتش شايف ايه؟ شايف بوابتي توصل لمين؟ السويتش ده هيشوف ان بوابه واحد دي توصل لكل الاجهزه اللي هنا. يعني مثلا لو في جهاز هنا اسمه جي، برضه بوابه واحد توصل السويتش ده لجي. طب لو في واحد هنا اسمه اتش، برضه بالنسبه له بوابه واحد توصل له واحد اسمه اتش.
بمعنى بورت واحد في السويتش اللي تحت ده هتوصله المفروض لكل الاجهزه اللي موجوده في الشبكه. طب وده مش حمل عليه؟ اه طبعا حمل عليه، عشان كده ويستحمل اصلا. اه بالظبط، هل هيستحمل؟ ما عشان كده يوم ما تختار انك انت سويتش كبير زي كده ويكون السويتش ده سيسكو، يبقى ما تستخسرش، ما تجيبش السويتشات الصغيره حاجه تايواني ولا حاجه صيني ولا حاجه تعبانه، تجيبها برضه سيسكو. ليه؟ هو السويتشات الصغيره في سيسكو تستحمل؟ طبعا السويتشات الصغيره في سيسكو عارف ان هي اكيد هتشتغل مع الموديلات الاكبر منها، يعني المهندسين بتوع سيسكو عاملين حسابهم ان بيشتري في كل دور سويتش صغير، والسويتش في الاخر قوي ضخم يجمع عليه كل الادوار دي، فطبيعي انه كان يعمل ايه؟ كان يخلي السويتشات الصغيره امكانيات على. امال ليه اصغر سويتش في سيسكو اسمه 2960 اكس ليه ثمنه 8000 جنيه و 9000 جنيه؟ كم بورت؟ هم 24 بورت. هو 8000 و 9000 هم 24 بورت عشان خاطر امكانياته عاليه، عشان خاطر هيقدر يستحمل. وعشان كده يوم ما تخطط انك تعمل شبكه قويه ما تجيش تستخسر في بعض المناطق، يعني ما تجيش تروح جاي في دورتون هتجيب مقاس سويتش سيني وخلاص، هم اربع اجهزه، حتى لو جاب اربع اجهزه جيب سويتش اربع بورتات ويكون سيسكو برضه، عشان خاطر الميموري بتاعته تستحمل، عشان خاطر البروسيسور بتاعه يستحمل. طبعا مهندسين سيسكو عاملين حسابهم انك انت لما تشتري حاجه صغيره جيب معاها هيبقى كبير، ولازم الصغير يعرف يستحمل كم المعلومات اللي هتبقى موجوده برضه عند الكبير. وبرضه مش سيسكو الوحيد يعني اللي شغال في شركه التعاطف القويه اتش بي ايه ده؟ لا ما عندهمش اربع بورتات، من اول 8 بورت، من اول 8 بورت. ف سيسكو سويتشات قويه، اتش بي سويتشات قويه، هواوي سويتشات قويه، جونيبر سويتشات قويه، بتبدا تختار مش لازم سيسكو كله بس اهم حاجه تكون حاجه قويه، يعني تجيب ممكن سويتش سيسكو وسويتش مثلا ده يكون هواوي جونيبر اتش بي مش خساره، يعني هتلاقيه برضه يقدر يستحمل اللي هيستحمله سويتشات سيسكو، لا سويتشات قويه في الاخر ولكن نوت الاسعار قد يكون في بعض الاوقات لاداء عالي او بسبب اسم، يعني ممكن بس عشان اسم سيسكو فطبعا مخليه الاسعار عاليه، اسم جونيبر فمخليه الاسعار عاليه، مش دايما يعني الغالي قوي يبقى هو اكيد توب قوي، ممكن ساعات يكون حاجات سعرها متوسطه تكون قويه زي سويتشات مثلا اتش بي، اتش بي سويتشات مش غاليه قوي وقويه قوي، تشتغل يعني مع سويتش سيسكو قوي تشتغل معاه مستريح كده. لسه في نفس النقطه، انا مش عارف ليه ما ادتنيش فرصه النهارده خالص، حاسس ان كل شويه حد بيسالني سؤال، مع ان انا اول ما جينا قلنا اديني فرصتك، مش ممكن اديني يا سيدي فرصتك، هو حد كلمني الراجل ده؟ ايوه كلموني، انا خدت اكتر اربع خمس اسئله والكاميرا تشهد. هي القصه مش قصه اسئله، فصران الاسئله حاجه حلوه، الفصران حاجه اسوء. ايوه بس مش مهم. طيب المهم بعد ما السويتشات جمعت التيبل المفروض ايه اللي هيحصل؟ بعد ما السويتشات جمعت ادوارها تقدر ساعتها نوصل داتا بحرفها. اثبت لك، اثبت لك ازاي؟ ان احنا هنخرج داتا من دي عشان توصل لايه؟ عشان الداتا تخرج من دي وتوصل لايه؟ الداتا هتكون خارجه من دي ليها ثلاثه راس وديل. الداتا هتكون خارجة من دي وليها ثلاثة راس وديل. طيب لو الداتا خارجة من دي مين السورس؟ دي السورس دي، ومين الديستنيشن اللي احنا عايزين نوصله؟ لو عايز كان يوصل لايه؟ الديستنيشن هو ايه؟ الداتا خرجت من الكمبيوتر ثلاثة راس وديل، الراس اللي باللون الأخضر هي اللي فيها السورس والديستنيشن معاك. الكلام ده وصل للسويتش، السويتش بيعمل ايه؟ السويتش بعد ما اتعلم المفروض بيبدا مرحله الفورورد ان هو يعرف يوصله بحرف رقم. بيعمل سويتش يمسك الفريم بايد ويمسك التيبل اللي بيتكون في مرحله البرنينج بايد ويقعد يقارن. يقارن ازاي؟ الداتا رايحه لايه؟ يقعد يدور في الجدول فين ايه فين ايه فين ايه، لان ايه وصل على اي بورد، لان ايه وصل على بورد واحد. طبعا السويتش هيبقى اداؤه اسرع كل ما الجدول كان اخف، يعني تاني اللي كان نفسه انه يخلي سويتش يتعلم جدول كله ويتعلم كل حاجه ويضغط عمره يتعلم كل حاجه، ما ده هيقلل البرفورمانس بتاعه. كل ما سويتش يبقى السطور اللي فيه اقل كل ما هيبقى البحث بتاعه ادق واسرع وانجز. وعشان كده السويتش لما تجيب داتا رايحه لايه؟ هيقعد يقارن ايه على اي بورت على بورت واحد. بيعمل السويتش، السويتش لما نشرح حالا في الفورودنج بتفصيل هيطلع بيعمل شورت سيركت، بيقفل شورت سيركت ما بين بورت اللي جاي منها السورس بورت 2 والبورت اللي واصله للديستنيشن، البورت اللي هو اتعلم مستقل ان هي توصله للديستنيشن اللي هو ايه؟ فبيروح قافل شورت سيركت، عشان كده بقول لك شفاف، شفاف ليه؟ كل اللي بيعمله سويتش، ايه ده انت عايز تروح لايه؟ يروح قافل لك دايره مع البورت اللي توصلك لايه؟ بس لا بيغير في داتا ولا بيغير في هيد ولا بيعدل في اي حاجه، هو كل اللي بيعمله بس يروح قافل طريق عشان الداتا تقدر تعدي من البورت اللي واصل عليها السورس للبورت اللي واصل عليها الديستنيشن. فالداتا زي ما حضرتك هتشوف اهو بتعدي جوه قلب السويتش بشفافيه من غير اي تعديل.
طب وبعدين الداتا لسه ما اتغيرش فيها حاجه، الاجهزه دي كلها شفافه، السويتشات والباور دي شفافه، الدي سي اي دايما كوميونيكيشن ايكويبمنت ما بتعدلش حاجه في الاشاره ولا في الداتا. هيعمل ايه السويتش ده؟ لا الداتا جايه له مكتوب عليها يعني ديستنيشن ماك اي، ومين السورس؟ والسورس ماك دي. ده زي ما دخلت زي ما اعتقد. فالسويتش ده جات له داتا، جات له من على بورت 200، بيعمل ايه سويتش؟ بيمسك الداتا في ايد، في الفريم في ايد، بيمسك جدوله في ايد، مش جدول زمين. انا مالي جدول زمين؟ مالي بورت 1 بتاع زمين؟ مالي بورت 4 بتاع زمين؟ انا ليه دعوه بالبورتات بتاعتي انا اللي اتعلمت منها؟ فمسك الجدول بتاعه. انا عايز اوصل لمين؟ الداتا مكتوبه ان هي عايزه توصل لايه؟ يقعد يدور هيلاقي ان ايه؟ على بورت كام؟ على بورت 7. بيعمل ايه سويتش؟ يروح عامل شورت سيركت بالترانزستورز باي سيز، شورت سيركت ما بين بورت 200 وبورت 7. فالداتا تمشي سيركت في الاخر، كل عمل انه قفل سيركت وخرجت الداتا. خرجت الداتا مكتوب ان مين هو الديستنيشن اللي هي عايزه توصل له، الديستنيشن اي، ومين السورس؟ دي السورس دي والديستنيشن. وصلت الهب، الهب بيمسك الداتا في ايد وبيمسك الجدول بتاعه في ايد، ملوش جدول. فالهب ملوش جدول، فالهب ملوش جدول. وايه لو كان ليه جدول؟ كان كلير تو وكان بيفهم ماك. اما بالظبط، اما الهب ما بيفهمش اي جداول، فبيفلط. يعني بيفلط؟ يقول لك انا ما اعرفش ايه لا ايه ولا بي، ما اعرفش لا ارقام ولا حروف حروف. فبيعمل ايه؟ بيروح مطلع الداتا من كل البورتس الا البورت اللي جاب لنا داتا، ما بيرجعش داتا تاني. وطبعا بيطلعها من كل البورتس زي ما هي. يعني ايه زي ما هي؟ مكتوب ان مين الديستنيشن ايه، مين الديستنيشن ايه، مين الديستنيشن. بيطلع داتا زي ما هي، بيفلط يعني بيطلع داتا من كل البوابات ما يرجعهاش تاني. ايه النتيجه اللي هتحصل لما الداتا اللي مكتوب عليها رايحه لايه توصل لسي؟ هيقارنها، لكن انا مش ايه هيقارنها بالماك اللي موجود على الروم بتاع كارت النتورك بتاعه، وهيقيها مش ده نفس الماك بتاعي وهيقيها. طب نفس الكلام ايه ده ديستنيشن، بس الماك اللي على الكارت اللي على الروم بتاع دي ما هوش اسمه ايه؟ الماك بتاع الكارت ده اسمه ايه؟ فبيعمل ايه؟ بيرميها. مين الوحيد اللي هيبروسيس الداتا دي؟ يعني ايه بروسيس؟ ياخد الداتا بقى ويفك الراس ويفك الدين ويشوف فيها ايه؟ الجهاز اللي اسمه ايه؟ سؤال ليك بقى. ده كده واحد بيبعت، واحد بس اللي عمل بروسيسنج، يبقى ده يوني كاست ولا مالتي كاست ولا برودكاست؟ ده كده يوني كاست. اهي يا باشا، ما هو راحت للكل اهو، راحت للكل. دي مش بروسيس اسمها فلاد، ده اسمه فلاد. فلاد ان هي راحت للكل، بس لو الكل كان عمل بروسيس كان ده اللي يبقى اسمه بروسيس. اما واحد بس اللي عمل بروسيس فدي بيسموها يوني، يوني يعني واحد بس اللي هيشوف الداتا. عارف بقى لو كله عمل صح، يعني كل الموجودين دول عملوا صح يعني استقبلوا الداتا، ساعتها كان ده بيسموه برودكاست. بس القصه هنا ان انا كنت بعت الداتا اصلا على عنوان اسمه ايه؟ وعنوان ايه؟ ده عنوان عشان يشوف الماك بي او سي، لازم ان هو يفك الفريم الهيد بس، اول هيد بس. اه ماشي. طب كده عامل بروسيس؟ لا، انه يفك كل الهيدز ده بروسيس، ان الداتا تبقى جايه ويفك اول هيد وشايف ان هي بتاعته، فراح شايل الراس عشان ياخد الباكت، وشايل الراس وخد السيجنال وشاد الراس وشاف الداتا كده، بص ان هو عمل بروسيس. لكن يكون ان هو بص بس على ديستنيشن ماك مين، وبعد كده ماك، وبعد كده عاش بروسيس، ده كده عمل ديسكارد. يعني عكس البروسيس ديسكارد اهو. لكن هنا ده هيبقى عمل بروسيس. مش المفروض ان هو كده عمل مالتي كاست؟ ليه مالتي كاست؟ لان هو ما بعتش كل كام واحد عمل بروسيسنج؟ ما بعت بعد الهب بس. انا هقول لك حاجه، هو لو مالتي كاست كان لازم يبقى ديستنيشن ماك كذا حاجه، يبدا ب 0.105 لازم يبدا بالرمز ده، وانا مش 0.105. ولو كان برودكاست كان لازم يبقى ديستنيشن ماك اف 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 اف. يعني قصدي ان ايه اللي هيكبر الداتا ان هي تبقى برودكاست لو كانت رايحه على الادرس ده؟ ايه اللي هيكبرها كانت تبقى مالتي كاست لو كانت رايحه على الادرس ده؟ اي حاجه غير دول دي كده اكيد يوني كاست. في الاخر مين اللي استقبل الداتا؟ هو واحد مش مجموعه. يعني انا ما فيش اربعه اصلا يستقبلوا الداتا من الاصل 100، هو واحد بس اللي استقبل الداتا. الداتا مربوطة على عنوان، على عنوانه الشخصي. طب لو ايه بي و سي و دي عايزين يكلموا بي و اي و اف نفس الوقت؟ دي بقى هتبقى في فقرة الفورولدنج رقم 2. فقرة الفورولدنج 3 صوابير، السبورة اللي في النص. هتبقى السبورة الثانية. عارف دي كلها أسئلة جيدة، بس لسه معلش ايه هنحكيها حالا في وقتها. ده لو رن الجواب عليه؟ لا برضه بس ده هي النوت اللي جايه. طب لا طبعا ما تسالش عادي، مش كده مفاجاه. ولا غير فقره الاسئله في الموضوع ده ليه؟ اذا كان ما فيش فقره اسئله وانت قريت اسئله،
هم لما هنعمل فقط الاسئله هيحصل ايه؟ حد هنقول لك مش هيحصل حاجه. حد هنقول الناس. فلسه استنى شويه. تعرف ان يوم السبت بالليل اتسالت اكتر من 12 سؤال على البودكاست ده؟ اكتر من 12 سؤال. وفي الاخر قلت يا ريتني قلت لهم انه هيتشرح البودكاست بالتفصيل في خط الفروزيه. فعشان كده لو حد هيسال البودكاست او المالتيكاست استنى شويه هيتشرح معاه الفروزيه. انا عايزك تفكر في اللي بقوله. مش اللي انت عايز تتخيله. اشمعنى اللي انت عايز تتخيله لسه اكيد وقته هيجي. اكيد لو انت فكرت فيه اكيد هو لوجيك واكيد هو منطقي هيجي صدقني. بس جايز مش ده وقته. استنى شويه وهتلاقي يمكن اغلب الاسئله تم الرد عليها. المهم لسه معايا فرصتي لان في حته في الصبوره فاضيه اللي هي حته دي ما تنشتغل على الصبوره اصلا. فلسه في حته في الصبوره فاضيه ولسه جبت السؤال ده لسه واصله ربع ساعه يعني فاتنا الساعه ساعه الا ربع تقريبا. لسه ربع ساعه ونجاوب على السؤال ده. امال ايه النقطه اللي انا عايز اقولها؟ النقطه اللي انا عايز اقولها نختم بيها الليرنينج. اولا طبعا انت شفت ان الليرنينج خلي سويتش يوصل بحرفه السويتشات بتاعت توصل بحرفه. النقطه اللي عايز اقولها نختم بيها الليرنينج نوت بتقول ان لو غيرنا مكان جهاز لازم السويتش يحط في الماك تيبل المكان الجديد. لو جينا غيرنا مكان جهاز لازم كان السويتش يعرف ايه المكان الجديد ويحط في كده. مش بيدلت يعني؟ يعني يدلت القديم؟ لا مش بيدلت يعني اللي هو اوفر رايت. يدلت القديم ويوفر رايت ويحط الكلام الجديد. يعني يوم ما فعلا يكون عندك ادي سويتش وادي بورت 1 والحاجه دي تبع ليرنينج. ايه وصل على بورت 1 وايه بعد ده؟ قال انا مين؟ انا ايه؟ كده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان السويتش كان لازم يحط في الماك تيبل بتاعه. كان لازم السويتش يحط في الماك تيبل بتاعه ان الماك واصل عليه بورد. ان الماك ايه واصل على بورد 1. جينا احنا عملنا الحركه دي احنا شايلين الكارت ده وموصلين ايه على بورد 2. وايه راح باع الداتا؟ لما ايه باع الداتا السويتش كده سمع ان ايه موجود على اي بورد؟ على بورد 2. طبعا ما ينفعش يبقى ايه على بورد 1 في نفس الوقت ايه على بورد 2. فالسيد السويتش متوقع ايه؟ كده السويتش متوقع ان اكيد تغير مكان الجهاز وبيروح شايل القديم وبيسيب الجديد. بيسمي الجديد لاست ابديت. لاست ابديت اخر قديم. هيتشال اصلا؟ هيتشال اصلا. اه طبعا طبعا. بس ده السيناريو اللي انا حاطه ده. لكن ايوه ممكن سيناريو تاني صح؟ صح مش مهندس فعلا. ممكن سيناريو تاني ما يحسش بيه فعلا. يعني مثلا ادي جهاز اهو. انا عارف الحاجات دي والله العظيم هيضيعوها. اقسم بالله اقسم بالله جروب عجيب وهيضيعها. فبص ادي جهاز الماك ادرس بتاعه ايه؟ بعد داتا. الداتا خرجت اهي الداتا راسه دي ماشيه في الكابل ماشيه في الكابل ماشيه في الكابل. السويتش قرا ان الداتا دي جايه لهم على بورت كام؟ واحد. فسجل السويتش ان ايه على بورت واحد. كده انت رحت شايل كده. رحت موصله على بورت 2 وراح ايه باع الداتا. لما ايه باع الداتا السويتش لقى ان ايه بيتكلم على بورت 2. ايه اخر كلام؟ اخر كلام ان ايه باع على بورت 2 يروح ماسح القديم وحاطط مكانها المعلومه الجديده على طول. يعني ايه على طول؟ يعني مش هيستنى خمس دقائق عشان نشيل المعلومه دي. طالما ايه باع الداتا وجات له على بورت 2 دلوقتي يبقى ايه دلوقتي على بورت 2. وده منطقي. منطقي انك لما تغير الكارت السويتش يبدا يحس يا ترى فين مكانك الجديد. بس بشرط في مكانك الجديد لما الجهاز بتاعك يتكلم. طب يعني نوت في الليرنينج تول ايه؟ ان السويتش عمره ما كان هيسيب الاثنين دول. السويتش ويل نيفر ويل نيفر ليرن. ميني ديفايسز اون سيم بورد. السويتش مستحيل يتعلم سيم ديفايس ونيفر ليرن. سيم ديفايس اون تو ديفرنت بورز. صح عمر ما السويتش هيتعلم نفس الجهاز على اثنين بورت غير بعض. مستحيل. يعني مستحيل ده اللي يحصل. مستحيل السويتش يتعلم كده. اعتبروا ده باب رقم واحد وده باب رقم اثنين. انا ايه؟ انا على بورت كام؟
سجل المعلومه دي. قلت له واحد كده. انا ايه؟ مين عرفت رقم كام؟ اخر كلام ايه دخل معايا بوت لو احنا طلعنا على سويتش؟ مين؟ مين عرفت رقم 2؟ فالسويتش بيسجل ايه التغيير اللي حصل؟ لكن مستحيل كان يسيب ان هي على بوت واحد وان هي على بوت 2. ايه اكيد موجود على بوابه واحده من الاثنين دول؟ ايه اخر كلام؟ ان هو موجود على البوابه اللي هناك. بسرعه على كده. المره الجايه هتبقى اصعب. اسئله؟ خلصنا فقره الليرن شفت؟ خلصنا. السويتش كده حلو. والله بس كده والله سهل عارفه الحديثه كلها يا باشمهندس تتمثل في كلمه ايش السويتش بيتعلم لما حد يتكلم بس كده وهي دي النقطه اللي انا كاتبها لكم في المراجعه اللي في اخر المذكره خالص السويتش بيتعلم لما حد يتكلم ولابس فيها جلابيه كده يعني لابس جلابيه كنت ساعتها في رمضان انا بقول النقطه دي باشا اسف اتفضل بس حاولوا تخلوا اسئلتكم على الليرنينج مش عارف فورمولا يعني بلاش تبقى سؤالك هيوصل ازاي طب لو مش عارف او ينسي فلان او مسح فلان هيوصله ازاي دي لسه قدامها 10 دقايق لكن دلوقتي السويتش اتعلم يعني حاول تكون كل اسئلتك مركزه في ازاي السويتش اتعلم تمام تمام لا مش هينفع كده لسه لا بس بس هي دي مفاجاه النهارده كلها لسه لسه هو ده يعني السؤال دوت لا يبقى لا لا عادي لا السؤال ده لسه اجابته تكون بعد 10 دقايق يعني بعد 10 دقايق فعلا هتبقى ايه ده اشهر سؤال اصلا ممكن الناس فعلا تساله دلوقتي لو 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 دي ما بعتش داتا طب هوصله ازاي فلسه هيطلع مش هيخزن الداتا السويتش الاول ايه ده صح ايه ده مظبوط صح انا عايز افكر في الموضوع ده اهي ده يا باشمهندس اهم حاجه في الكورس التامل يعني ايه تامل والله ما بهرج انا عشان نفسي افهم الكورس وافهم الكورسات اللي بعد كده وافهم حاجات في الشركات والله كنت ساعات بروح قاعد كده في حته جنينه حلو واقعد افكر طب كذا عشان يبقى كذا يبقى كذا ايوه منطقيه كده واقعد بقى بره المنطق ده ادور في الكتب او اسيرش ايه هو بقى كده فاهم يبقى منطقي صح ساعات ممكن ادور المنطق يبقى غلط بس لما اسيرش اقرب لو انت قعدت فعلا تفكر بس مع نفسك الحاجات دي والله هتوصل لنتائج مش هتنساها خليك تبقى مش بس فاهم الكورس تبقى انستراكتور كمان اشكرك يا باشمهندس على الاحساس العالي التامل فعلا فعلا هي هتطلع بالظبط زي ما انت قلت بالظبط بس لسه طبعا ايه تسير كمان 10 دقايق ايوه والله هو ده المهم اسال نفسي واحاول ان انا افكر باللي انا اعرفه باللي انا اعرفه طب يا ترى النتيجه ايه وفي الاخر ارجع لي لو يعني غلبت قوي ارجع لي انا احكي لك القصه تبقى ماشيه ازاي زي الفل هندسه طيب الصف الاول ماشي ايوه من بورد 2 هيمسح القديم ويقول لك يبقى اكيد ايه بقى ورا البورد يعني اكيد اللي حصل حد غير البورد يعني حد غير كابل من بورد واحد شال من بورد واحد وخلى ايه وصل على بورد 2 يعني هو بيكنسل القديم القديم بالظبط ليه؟ لان اخر كلام ايه دخلني منين؟ ايه دخلني من بوابه 2 يبقى ايه اكيد دلوقتي هو وصل ورا بوابه 2 فبرضه حد عايز يستفسر انا معاك الصف الاول ضاعت فرصتك الصف الاول ضاعت فرصته فرصته مع فقره الاسئله الثانيه. الصف الثاني اتفضل يا هندسه. بروفيس هو انا اقدر اعتبر ان انا براحتك بورت تمام سويتش من فوق هي هي بورت 1 سويتش من فوق. خيال ماشي ماشي لكن هيك حقيقه بورت 1 في السويتش ده ممكن تكون في السويتش ده واصله على حاجه ثانيه خالص بس هو يعني عارف اكن دول اندمجوا مع بعض ايوه ايوه صح اكن يبقى السويتش ده داخل جوه بورت 1 دي كلها الديفايس كلها سكشن كبير تمام بالنسبه للسويتش الصغير على بورت 1 بالظبط كده بالظبط يعني بالنسبه للسويتش ده السويتش ده كله بقى جوه دي بالنسبه للسويتش الصغير السويتش ده كله جوه البورت دي فده هو ده الاحساس يا هندسه الله الله يعني لا الكرسي ده شكله هيطلع منه ناس فيه احساس عالي جدا انا اشتغل من الناس الباقيه تاني واسمع ما تضيعش ايوه انا عقل اللي خد منه الناس وصلت لدرجه احساس عاليه قوي لدرجه ان انا حجريهم بالعافيه بص يعني هو بيقول لك يعني اقدر ينفع اتخيل ان انا لو بالنسبه للسويتش ده ان بورت 200 ان بورت 200 بورت 200 جواها السويتش ده يعني جواها السويتش ابو بورت 1 و2 و3 و4 يعني تخيلوا ان السويتش ده اكيد بقى كله جوه هنا ليه؟ بورت 2 وصل عليها مين؟ دي 3 وصل عليها مين؟ اي و4 وصل عليها مين؟ اف بس بالنسبه للسويتش ده ما اسمهمش 2 و3 و4 اسمهم في الحقيقه 200 ف 200
توصلني هو مديهم في الجدول ده وبعد كده بيحولها للجدول التاني بالظبط كده صح بالظبط كده صح هو بس ايه دي حته سنس عاليه نشكرك هندسه على الاشيخ والعكس والعكس ان السويتش ده بقى شايف ايه ان شايف ان بوت 1 دي عليها 576 بوت السويتش ده كله بقى جوه البوت دي كل اللي اتنزل عليه لو في حد عايز يستفسر برضه من الصف الثاني ضاع فرصتك الصف الثالث الصف الرابع تمام بص دي احسن يعني هخليها برضو ايه ونفس راسك باشمهندسه في الفورورنج ازاي لما يبقى في اكتر من جهاز بيطلعوا في نفس الوقت على جهاز واحد تقصد الشورت سيركت دي هتقفل ازاي مثلا فدي دي حاله هنشرحها دي من الحاجات الهامه بس مش اول سبوره في الفورورنج الفورورنج ثلاث سبورات هو السبوره الثانيه السبوره الثانيه في الفورورنج طيب انت كده اول سؤال ماشي كده شويه اللي هو اللي بنغير المكان بتاع الجهاز ماشي هو لو جهازين غيرت الخطوط بتاعتهم واحد بس هو اللي بدا يبعت داتا فهو هيقضي سؤال لا هي ابديت اللي اتكلم بس اتكلم ده كان بس طب بس هيبقى جهازين غيرت هيبقى جهازين على نفس البورت ماشي اللي هي نود بي اكتر من جهاز على نفس البورت ماشي لكن نفس الجهاز موجود مرتين ومرتين ومرتين دي مش ماشي بالظبط برضه هيبقى ليه طبعا كل 5 دقايق سحبات 5 دقايق لو ما كانش طيب تعالوا نشوف الفلورنج اول سبوره هي ثلاث صبابير بتوع الفلورنج اول سبوره هتقول فيها حالا على السؤال ده ايه اجابه السؤال عاد وتاني حاول ما تصعبش الامور خالص يعني خد على قد ما تقدر ببساطتها لان هي فعلا بسيطه ان السويتش لما حد بيتكلم بس وهنطبق على كده اي كيس ليها علاقه بالنتورك ومفيش اصعب من كده صدقني بيتكلم معناه ان هو بيبعت داتا ولا بيعبر بمعنى انه يبعت داتا معنى كلمه بيتكلم ان هو يبعت داتا او بص يعني يخرج اي حاجه ليها ثلاث راسه ليه يقول اسمه فيها ايه ممكن ساعات هيطلع على الكمبيوتر مش شرط يكون بيبعت داتا بيبعت معلومات لظبط الشغل زي مش مسألة حاجه اسمها الارب مثلا الارب ده مش داتا ده يبقى هدف وظيفه الشغل بس طالما قال السورس بتاعه قال انا مين السويتش بيعرف يقفش يقول لك انت قلت انك انت ايه يبقى انت موجود على بوت رقم واحد اللي هي 3 واي هيطلع برضه في 3 واي صح كمان صح بس هو اول يطلع الارض قبل 3 واي يعني الارض مش لازم اخد 3 واي انا لازم الاول اجيب المكان بتاع اللي حواليا وبعد كده 3 واي ان انا احاول افتح معاهم سيشن فلو لو الارض اوريدي خلاص جاهز فيبقى ساعتها ممكن ب 3 واي ف ارض يوزر 3 واي بس فاهم بعض الاوقات لو الارض تيل جاهز الارض اللي معاه الارض جاهز يبقى 3 هو اللي هيكون بنفس الوقت الناس تفضل فوردينج ده يعتبر الوظيفه الثانيه للسويتش وبرضه بينفذها باي سيز وتعريف فوردينج ايه؟ تعريف فوردينج سويتشنج فريمز تو نيكست هوب تعريف الفوردنج في لان سويتش هو سويتشنج فريم تو نيكست هوب تو نيكست ماك ادرس طب وهيتم الكلام ده ازاي؟ الكلام ده هيتم باي تشيكينج الديستنيشن ماك ان ان انكومينج فريم دي مش هتبقى غريبه عليك لان احنا يمكن شرحناها في وسط الرسمه الكبيره شويه اللي هي A وعلى بورت واحد B وعلى بورت اثنين C وعلى بورت ثلاثة D وعلى بورت أربعة ممكن نفوت شوية كراسي دي ونتقدم شوية طب بصوا عشان نستأذن الصف الأول سيني صغيرة بس قدام بس الزملاء يعرفوا بس يقعدوا مش سيبوا زي ما بس انا والصف زي ما يتقدم سنه الصف الثالث على الكاميرا ممكن تيجي سنه عارف كل ما
ايه ده؟ ايه والله ليه؟ ليه؟ بس عشان في حد قدامك. عادي قاعد بحكي. ثم انا عامل ناس كده. ولا يمكن عشان قصير فمش فارق. قعدت امبارح في الليل بعمل راسي كده. مع انه كبير. بالعكس ده فيها احساس. عايز ترجع قدامك. فيها ابلود طالع فوق كده. الجروب اللي قبليكم كانوا بيتخانقوا على الصف الاول. وكان فينا الصف الاول كام؟ على عكس الفيلم مش من الطفلتين مش من الطفلتين صحيح بمناسبة من الطفلتين هعدي عليك ورقة تعرف فيها مين ناوي يجي يوم الجمعة ان هو تقريبا كله حضر اللي يمكن 10 على حسب ما انا حسبته او 12 يعني حاجه كده لا تمام العكس بقى امبارح كان زحمه السنين امبارح الصبح وليل حد حضر الصبح كان زحمه وبالليل كان ازحم الصبح او ايش يعني ايش يعني يعني كان في ناس في اثنين على جهاز كان في واحد على جهاز بس يعني يمكن ممكن تبقى منظمه اكتر من كده فعشان كده بس عايز اشوف الجمعه فعلا في كام واحد جاي لا عشان يبقى ما بدل ما تقول لي عيدوا تاني انا اقول لها نجيب يعني عيدوا تاني انا مش سهل برضه انا لو طلعوا 10 يا جماعه معلش استاذنوا ان احنا نجيب بس ما حدش نخليك يوم تاني برد والله برد بس عشان اتوقع بس ايه يعني كام واحد فعلا هيبقى جاي الجمعه الساعه 2:30 انت حابب بالليل خليها بالليل اللي انت عايزه يا حبيبي عشان تصدق ايه الصبح ما جبتوش برضه الصبح فده معانا الجمعه حضرتي والله ما انا نفسي اعرف مين ما حضرش بس يبقى دي 2 في ناقص 10 كده لا بقول له عايزين نعرف مين 10 بس عشان نديهم جوائز. اتفقوا على 10 على فكره. صاحبي بيقول لي امبارح هو حد جه خالص ده الدنيا كانت فاضيه. الجمعه الجايه. في جهاز صح؟ في جهاز يا جدعان حد يقعد على جهاز؟ محدش يقعد. طيب المهم تعالوا نشوف مع بعض ايه السويتش. السويتش المفروض تتعلم لما حد يتكلم بدا يبني الجدول بتاعه ان اي على بورت 1 بي على بورت 2 سي على بورت 3 وهكذا. طيب لو سويتش متعلم كويس وجات له داتا جات له داتا من مين؟ جات له داتا من السورس اللي اسمه بي وعايزه توصل للديستنيشن اللي اسمه ايه؟ طالما متعلم السويتش هيعمل الاتي باي تشيكينج الديستنيشن ماك هيبص على الديستنيشن ماك اللي هو ايه؟ ويقارنه بالماك تيبل لان موجود في الماك تيبل ان ايه على بورت كام؟ ايه على بورت 1 يروح عامل شورت سيركت ويخلي الداتا توصل بحرفها لايه وخلصت القصه عن طريق ان هو يشيك على الديستنيشن ماك يعني لو حد سالك هي الايسك بتاعت الليرنينج بتشيك على مين؟ بتشيك على السورس طب والايسك بتاعت الفوردنج بتشيك على مين؟ بتشيك على الديستنيشن واللي ما حضرش السيشن اللي فاتت هي اللي كانت اهم حاجه في السيشن اللي فاتت تقريبا الداتا اللي بتبقى خارجه من الكمبيوتر شكلها عامل ازاي؟ في شويه بيتس في الاول اسمها بري امبيدد بيتس بري يعني مسبقا للتسخين وكانوا كام بايت؟ كانوا 8 بايت بيتس بس للتسخين بيتباعوا في الاول ما فيهمش معلومه مضيئه وراهم 6 بايت ديستنيشن وبعدين 6 كمان موجود فيهم السورس بس ده من الاخر اهم اللي كان في السيشن اللي فاتت
لا بس كان في حاجه ثانيه مش مهمه. طيب اه لا ده جوه بس يعني مش مهمه. الحاجه المهمه كمان السايز بتاع الفريم اللي خارج اللي انت طلع فيها هندسه في السريع مريح من اول 64 بايت لحد 1518. اكتشفنا ان بعد ما بيضاف الراس الاخيره دي وده تخرج من الكب الفريم كلها على بعض بتبقى قد ايه؟ اقل حاجه بتبقى 64 بايت واكتر حاجه 1518. كل اقول لها عدد عادي بس عدد لانها اقل حاجه 64 واقصى حاجه 1518. فاللي فاتت في المحاضره اللي فاتت ما قالهاش يمكن اهم البوينتس اللي كانت فيها. طيب فالمهم طلع ان السوشي بقى بيهتم بايه من المحاضره اللي فاتت؟ بيهتم بالسورس نت والديستنيشن نت بس. دول اللي يهمهم السورس عشان يتعلم منه والديستنيشن عشان يوصل اليه. طيب كده يبقى السوشي لو عارف يوصل. احنا بقى يهمنا نعرف طب لو السويتش ما كانش عارف يعني اجابه السؤال لو السويتش جات له داتا رايحه لايه وهو ما يعرفش ايه ده فين ايه ما اتكلمش يعني ايه ما دخلوش قبل كده او جايز دخل له من خمس دقايق فما كانش فانسي او جايز ايه كان دخل له بعد الكهرباء قطعت على السويتش فمسح كل اللي اتعلمه فما مش عارف ايه ده فين. تعالى نشوف مع بعض لو كانت ديستنيشن ماك بالنسبه للسويتش انون جات له فريم خد الديستنيشن بالنسبه له ما يعرفش عنها حاجه. انون بمعنى نوت ان تيبل نوت ان ماك تيبل. ودي الكيس هتبقى دايما مشهوره فين؟ اول ما تشغل السويتش. ليه هتبقى اول ما تشغل السويتش هي كيس مشهوره؟ اصل اول ما بتشغل السويتش طبعا انا مش عارف حاجه خالص مش عارف حد خالص. يعني مثلا ادي سويتش واصل عليه جهاز اسمه ايه؟ واصل عليه جهاز اسمه ايه؟ واصل عليه جهاز اسمه سي وواصل عليه جهاز اسمه دي وادي السويتش في النص A B C D بورت 1 بورت 2 بورت 3 بورت 4 من ماك تيبل اللي بيبقى في رامات. لسه مش شغال السويتش يعني رامات فاضيه على الاخر. ادي الرامات ما فيهاش اي حاجه خالص يعني الماك مع البول اف تي دي وبيبدا السويتش. استنى اول فريم هتجيله حد ما حضرش الشباب اللي ايوه انا خليني بشكل اخر حتى عايز يحضر يوم الجمعه مش القصد يعني ممكن حد حضر وعايز يقوي معلوماته ولا بتفتكر عايز عايز حد عايز يحضر يوم الجمعه ايه باشا قصدي ايه قصدي ان في ناس كتير بقى ممكن تكون مش كده في ناس تكتب ممكن ناس كتير تلاقي نفسها عندها وقت فطور طب اعيد اللاب تاني مش كده انا عايز اتنبا يا ترى هيجيبوا 70 80 90 ولا قد ايه بصراحه انا ما حضرتش كتير انا عشان كده عايز اعرف فعايز اعرف لما حاجات هيجي معاهم ناس زياده يعني من اللي حضروا يبقى يا ترى العدد قد ايه. فلو حد متوقع انه ممكن يحضر اكتب اسمه بس مش كله كتير بس كمان هندسه وزن كافي 15 ده كده مجموعه الصبح ده لسه لما نسجل ورق ليه بالليل حاجه حلوه جدا لهم ان في ورقه ويعمل نفس ايه ده؟ لهم ان في ورقه ويعمل نفس انا بالظبط كده صح. طيب المهم وصلنا لايه؟ ان اول فريم هتطلع ايه من الكمبيوتر ايه؟ الفريم دي طالع على ديستنيشن ماك بي وجاية من سورس ماك بي. فكر السويتش عنده اي سايتين اي ساي بتشوف السورس اي ساي بتشوف الديستنيشن اي ساي بتشوف السورس تشوف عشان تعمل ليرنينج. ليرنينج يعني تاخد الماك دي بي ايه وتحطه على بورت 1 ادي السويتش معاه اول فريم اتعلم اول جهاز في الشبكه لا جاي له من جوه واحد منهم اسمه ايه بس لا ان ايه عايز يروح لحد اسمه بي قعد يفتش في الجدول ما سمعش بي فين يعني ما يعرفش بي ده على بابا 2 ولا بي على بابا 3 ولا بي على بابا 4. السويتش احلى حاجه ما بيفتيش يعني ما بيفتيش واحد داخل من الباب ده بيقول له انا ايه ده عرفت ان انت ايه على بورت 1 عايز اروح لبي بيه مش عارف يوصله ازاي ما بيفتيش ومش هيكون اقل من الهاك بيعمل حركه في قمه الاحترافيه. ايه الحركه دي؟ بيقول لك عشان خاطر انا حريف الداتا اللي هديني لحد انا ما اعرفش اوصله الداتا هفلطها. طب هو الفلط ده حفره؟ فلط الهاك خرفره لكن فلط السويتش هتشوف حالا هيبقى غرضه الحرفره. ليه؟ السويتش فين حريف؟ جات له داتا بتقول له انا عايز اروح لبي هو ما يعرفش فين بي. قلت طب انا اعمل حركه بقى. صح كده فعلا فقال لك انا اعمل ايه؟ طيب خلاص انا ما اعرفش مين دي اطلع الداتا دي لكل البوابات اللي البوابه اللي جت منها الداتا ومكتوب على الداتا دي ان هي رايحه
مكتوب على داتا دي ان هي رايحه لبي ومكتوب على داتا دي ان هي رايحه بي. فكل اللي ورا البوابات دي هيقارنهم، ولما كل اللي ورا البوابات دي هيقارنهم فيهم اللي هيرمي الداتا، فيهم اللي هيرمي الداتا، وفيهم اللي هيبروسيس الداتا. عبقريه بقى اللي اخترع سويتش، قال لك اصل اللي هيبروسيس الداتا هيرد النتورك لما ياخد ليا زعلة هتعرف ان هي هاند شيكينج، اخد وعطى ارب ان هو بالظبط كده. يعني لازم واحد بيسال سؤال والناس بتجاوب عليه او حد بيجاوب عليه فهيعمل سويتش. فالسويتش هتلاقيه فجاه كده لقى واحد بيرد بيقول له ايوه انا بيه عايز ارجع الداتا دي ايه. هيتعلم ايه بقى السويتش ساعتها؟ السويتش هيتعلم تاني لما حد اتكلم، لما بيتكلم قال لك السورس ليرنينج سورس بي من على بوابه كام؟ 2. بدا يعرف فين المكان دي. طب الداتا اللي رايحه لايه؟ هيحصلها فلاد ولا لا؟ الداتا اللي رايحه لايه؟ ايه معروف بالنسبه للسويتش؟ السويتش لو عارف هيوصل، لو عارف فين ايه؟ هيوصل لايه من غير ما يفلد. يعني الفلادنج هيحصل كم مره؟ لكل شخص جديد على سويتش، لكل شخص مش معروف في سويتش بيفلد مره لحد ما يسمع من البوابه البوابات رد باسم الماك ادرس اللي كان المفروض تبعته رساله لك عرفت مكانك. يعني تاني الداتا جايه من ايه وعايز تروح لبيه، فسويتش عشان ما اعرفش فين بيه راح مطلعها من كل حته. بيه راح ردت ببوابه 2 قفشتك، عرفت يا بيه انك انت موجود على بوابه 2. لو فضل باك ايه وبي يبعتوا لبعض ولا كل ساعه مش هيحصل فلادنج ولا مره. هي إيه بس كانت الفلادنج فين؟ اول مره رايح بس كمان مش راجع. يعني اول مره رايح وانت رايح له هفلاد، مجرد ما بيه رد انا عرفت ان انت هنا بيه، بعد كده يبقى ايه هنا وبيه هنا. كل ما ايه يكلم بي بيكلم ايه انا عارف هما فين، افتح لهم شورت سيركت ما بينهم وما يحصلش ابدا فلادنج طالما ايه معروف وبي معروف. ولكن ممكن طبعا يحصل فلادنج لو داتا جت رايحه لحد جديد على عرض السويتش، بمعنى حته سنس شعب تقوله في اي انترفيو الانترفيور هيخرجك بره عشان يعيط براحته يذمع براحته وهيعيط بره عشان خاطر ياخد راحته في الوجاه. هتشوف اهو اسمع الشعر وانت تقول. يعني السويتش بيتعلم، اول ما حد يقول لي تعرف يعني سويتش؟ السويتش بيتعلم لما حد بيتكلم تلاقيه يتمزج شويه لسه بلوك جاي دلوقتي بس هاخد واتساب وفيس ويعمل لك بلوك كامل بعد الجمله الجايه. حلو. ف تقول السويتش بيتعلم لما حد تصور نضاره لو حد سالك بتعرف يعني السويتش قول السويتش سريع طب البس الجاكيت ولا كده كويس؟ اي حاجه ثانيه عايز تلبسها؟ مش انت بس صار شعر حلو في التصوير؟ اتفضل. السويتش بيتعلم لما حد بيتكلم، لو كان السويتش عارف يوصل، اما لو مش عارف مش بيتخض بيفلط ويستنى وقت. هتلاقي الانترفيو يقول لك اطلع ورا استنى من هنا الرد، مش حاجه يعني هيقعد يعيط بس خمسه كده مع نفسه. اروح تاني من غير بروطه من هنا كده تمام. ايه الاخبار؟ السويتش يعرف انا منطقي وحاسس. السويتش لو عارف بيوصل، ولو مش عارف مش بيتخض. جات له داتا عايزه تروح لدي وما مش بيتخض، ما بيعمل ايه؟ بيفرض. هو ايه اللي ردها تاني؟ لا ده الكمبيوتر بيرد مش السويتش. مش يعني ان الكمبيوتر هيطلع بص اصل النتورك في الاخر ايه؟ اخد وعطى. يعني ببعت الفيس في الفيس بيرد عليا، ببعت اليوتيوب عايز اشوف الفيديو بيرد عليا، ببعت لحد فايل ابلود يبعت لي اكنولجمنت حاجه اسمها شكر. يعني النتورك لازم فيها اخد وعطى. فاللي اخترع السويتش فاهم كده. لو ما ردش مش هعرف مكان ده. السويتش بيتعلم لما حد يرد ويتكلم. لا 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 بيرد حاجه ثانيه، يعني بيرد بقى رد يعني بقول له ايه؟ انا مثلا تقول له ايه؟ بقول له اديني البيج بتاعك، يقول لي اتفضل. طب اديني الفايل الفلاني، يقول لي اتفضل. اديني الفيديو الفلاني، يقول لي اتفضل. فزي كده السويتش لو مش عارف مش بيتخبط بيطلع لحد ما يرجع له رد. اول ما يرجع له رد السويتش بقى عارف الطرفين بتوع الحديث، فبقى خلاص مسجلهم عنده. طب سؤال،
سؤال وده سؤال من الاسئله هو الرقم ده بيتبسط فين بقى مفيش رقم باقي التانيين بيترفد ده ما هو داتا داتا اللي رايحه بعنوان بي وده اسمه سي ده رايح البي ده اسمه دي دول ليه حاجه السؤال لا بيعمل فلود مش برودكاست لا برضه يعني كاست يدين يعني بس لو جاب افات فاول مره ده مش انون ده حاجه ده دي كيس ثانيه تبقى برودكاست ايوه هو لسه ما عرفش اي حاجه برودكاست قال لي الناس ردوا كلهم عليه هيتعلموا كلهم هم كلهم بعد حاجه ما كل واحد بيرد بماك يعني اللي رد ان هو 2 قال انا بي اللي رد ان هو 3 انا سي اللي رد ان هو 4 قال انا بي انا دي فتعلم بي وبي وسي دي طب تعالوا نسال لو حصل لوست في الداتا مثلا فما وصلتش كده مش هيتعلموا يبقى لما تيجي داتا رايحه مره ثانيه البي بس برضه هيفلود ثاني لا طب وايه مش هو بعد مثلا هو مستني رد طب هو ما ردش عليه ما هو لو قعد فتره يبعت ثاني يبعت بعد كم لحظه كده يروح بعتها ثاني لو ما لقاش رد جاله السويتش يعمل ايه برضه ثاني ده بابا طول ما السويتش مش عارف ما بيفتش بيفلود ايه طيب ايه في سؤالين ما سالتهم البرودكاست فرق بين الفلاد والبرودكاست بالظبط صح الفلاد والبرودكاست ايه الفرق ما بين فلاد وبرودكاست حد يبقى من الكل البرودكاست لحد مجموعه معينه من الكلهم لا مش شرط اي برودكاست فاهم البرودكاست في اجبار في اجبار ان كل بروسيس عشان خاطر الداتا بتكون رايحه على ديستنيشن ماك قانونه مشهور ديستنيشن ماك اللي كله اف ده مشهور اللي هو ديستنيشن ماك مش داتا اف فالبرودكاست ان يكون جهاز باعت الداتا على عنوان كله اف اللي هو بيحط في المكتب والاف اف اف لا ما السويتش ما بيتعلمش من الديستنيشن السويتش بيتعلم من السورس السويتش ما بيتعلمش من الديستنيشن البودكاست والمالتي كاست والميني كاست خلينا نقول لك انواع الديستنيشن حتى انت سالتني قلت لي طب والسورس دايما ايه؟ قلت لك السورس دايما الشخص اللي بيبعت داتا السويتش ما بيتعلمش من الديستنيشن بيتعلم من السورس فالسويتش لو جات له حاجه برودكاست اللي بيرد ما بيردوش بماك ادرس بسورس برودكاست بيرد بسورس بتاعهم هيتعلموا فرض الماك ادرس اصلا ماك تيبل ما بيتحطش فيه فيديو خالص مين قال كده سويتش بيفهم اندرستاند ماك السويتش لير تو ديفايس ات اندرستاندز ماك ماشي هو مش هيفهم يعني ايه مين قال بس هنشوف مين قال كده لا طبعا هيفهم برودكاست وفاهم مالتي كاست وفاهم ميني كاست فاهم ان الفات دي برودكاست فاهم ان 0.5 دي مالتي كاست بس مش طبعا فاهم الكلام ده طالما لير تو ديفايس فاهم القانون موجود على الهاردوير بتاعه طيب فالبرودكاست انك تبعت حاجه وتكتب كله يبروسس ودي بتبقى جايه بناء على انك بعت الحاجه على الماك اما فلاب ان انا بخرج الحاجه من كل الاتجاهات بدون اجبار انه يبروسس يعني من الاخر مين اللي يعمل فلاب دي سي اي مين اللي يعمل برودكاست برودكاست ده فيه اجبار متعمد ده دي تي اي تاني يعني مين اللي ممكن كان يبعت برودكاست دي تي اي يبعت الحاجة على ماك ادرس الماك ادرس ده كله افات فهو متعمد ان الداتا توصل لكل الموجودين وكلهم يبروسس اما لو انت بعت الداتا على عنوان ما هوش افات كده ده ما اسموش برودكاست في بعض الاوقات شفنا ان السويتش بيضطر يعمل ايه؟ بيعمل فلود هل الفلود خلى كلهم يعملوا بروسس؟ ما في ناس هي رمت الداتا وما عملتش بروسس فالفلود ما فيهوش اجبار طب ما الهاب كان طول الوقت بيفلود الهاب طول الوقت مش بيبرودكاست الهاب طول الوقت بيفلود فالهب طول الوقت بيفلط بس عمره ما اكبر كله للبروسيس الرسمه اللي كانت من شويه الداتا اللي كانت جايه من دي ورايحه لايه؟ ما الهب عملها فلط بس الاجهزه اللي استقبلتها كان مين؟ كان ايه بس؟ كانت اسمها يوني كاست فالفلط حاجه نابعه من دي سي الهب دايما بيعمل فلط وسويتش ساعات احيانا بيعمل فلط فالدي سي اي هو اللي ممكن يسبب ان هو يفلط عشان يتزنق بس ما بيجبرش حد بيستقبل لما بيطلعها من كل حته اللي يستقبلها ويرد هو حر اللي يستقبلها ورماها هو حر اما كلمه برودكاست معناها ان الداتا جايه على عنوان معين اللي هو افات لو الداتا راحت لاي حد على العنوان ده هيرد او هيبروسس ما يعمل برودكاست وخلاص ليه يعمل برودكاست؟ ما انا مش عايز اسيبهم كلهم يكلموني انا كنت عايز اتكلم دي عارف انا في الاخر عايز اتكلم دي تخيلي معايا 300,000 جهاز في شركه انا عايز اتكلم دي انا 300,000 كلهم بيردوا مش اتعلم فجاه 300,000 طب ما لو اتعلم 300,000 واغلبهم مش بيتكلموا دلوقتي يبقى منين انا بقى الفاضي انا عايز اعمل فلاج على الماك ادرس ده اللي يرد
ولما هو ده يرد سجلت الاثنين الاكتف دلوقتي بس. فهم دول الاثنين اللي انا كنت عايز اتكلم معاهم. سيبني جايز مش هتكلم دلوقتي خالص ولا بعد ساعه ولا بعد ساعتين، انا مش عايز تشغيل الرماتي. ففعلا اللي فكروا فيه تفكير سليم، يعني دي تعتبر افضل كانت طريقه بسعر رخيص يقدر يركزوا اي سي هي زي اي سايد الفرويه، لان السويتش لو مش عارف مش عارف طب طلع عدد كل حاجه، ولما هيجي لك رد هتتعلم بي مين، لو سي رد هتتعلم سي مين، لو دي رد هتتعلم دي مين، تقدر تتعلمه لما يجي يوم. مظبوط طبعا عشان جاي على عنوانه، يبقى الداتا هتفضل تحصل لها طول ما السويتش ما عرفش بيه فين هيحصل فلاتر. بس مفيش ابلكيشن في الدنيا، مفيش تطبيق في الدنيا، خد بس ميجر خدها. حتى لو كانت الابلكيشن كامره انك انت بتشوف فيديو، لو بتشوف فيديو ستريمنج كده بيجي لك كل شويه كل فتره لازم الجهاز بتاعك يقول له على فكره انا لسه عايش كمل ابعت لي انا لسه عايش كمل بعت. مفيش تطبيق في الدنيا مفيش خطوه هنا مستحيل. لسه كمينة بيقول ده هتطلع ان اول اصلا خطوه هيعملوها الاجهزه مع بعض، حتى لو كنت انت عايز تشوف ستريمنج او فيديو هاند شيكينج، هاند شيكينج بيسلموا على بعض. لازم هتلاقي اي جهاز قبل ما يعطي اصلا داتا يسلموا على بعض يقولوا انت كويس اه انا كويس، يسلموا على بعض حصل هاند شيكينج. حتى لو هيبقى الداتا وان واي بس هم في الاول عملوا هاند شيكينج، هتلاقي لازم الاميراتور فيها رايح وجاي. هسالك انا السؤال بقى المهم، ازاي ما سالتوش انتوا يا جماعه السؤال ده؟ ده السؤال ده سؤال تقيل وانتوا المفروض غاويين الاسئله الثقيله، الا وهو لو حصل ان السويتش عنده اربع بورتات بس، اربعه بس، واحد اثنين ثلاثه اربعه ايه ده؟ السويتش عنده اربع بورتات، لا يا المفروض يعني ايه ان هو اربع بورتات بس؟ ووصل على بورت واحد. انا على فكره معاك مش ضدك، انت ليه ضدي؟ ساعات بعض الناس بحس انهم ايه ضدي عايزين يطلعوا لي بورتات وخلاص، بس زي واحد طبعا. فلو السويتش عرف ان بورت واحد واصل على ايه؟ ليه عارف ان بورت واحد واصل على ايه؟ عشان يتكلم. وعارف ان بورت اثنين واصل على بي. وليه عارف ان بورت اثنين واصل على بي؟ عشان بيتكلم. وعارف ان بورت ثلاثة توصلوا لسي. اكيد عارف منين؟ عشان يتكلم. بس اللي واصل على بورت اربعة ما تكلمش. فالسويتش ماله؟ هيطلع له هو بس. ما بتاع ايه ده؟ منين؟ ايوه انا واحد ايه ده؟ انتوا ثبتوني كده واحد اللي يا جدعان احنا مع بعض على فكره، يعني ايش تشوفوني؟ يعني انت انا كل شايفك غلط واحد يا باشمهندس اكيد السويتش هحطه يعني كده بيطلع بالبساطه دي. فاللي على بورت اربعه اللي هو الوحيد اللي ما اتكلمش، وجت داتا رايحه لديستنيشن ماك دي لو الداتا رايحه للسيشن باك دي، يا ترى السويتش يطلع فيتك ويطلعها من بورت 4 عشان يبقى حريف ولا هيفلوت؟ لا هيفلوت. انت رايك ليه؟ هيفتح شويه هيطلعها على دي. طيب انا عارف برضه مش لسه ما شاء الله شاطره وفكري فيه. هيفلوت كده؟ هيفلوت هتتغير وهو ما خدش باله. طيب تعال ناخد اقتراحي، هو فعلا هيبقى اقتراح من دي. يا اما السويتش كان ياخد قرار ان اكيد البورت الرابعه هي اللي واصل عليها الوحيد اللي اسمه دي، ان انا اتعلمت ان هي على بورت واحد وبي على بورت اثنين وسي على بورت ثلاثه، بورت الرابعه هي اللي ما اعرفش عليها مين، وده رايح على دي، فممكن يفكر كده يقول لك يبقى اكيد دي على بورت اربعه ويروح محولها على بورت اربعه بس. ده اقتراح ولا اقتراح انه حيطلع؟ الله عليك، انا قاعد اقول الكلمه دي عشان السؤال ده. السويتش ما بيفهم يعني يعني لو السويتش يقينا عارف ليه؟ لان ممكن اصلا اللي هي مثلا بورت 3 ممكن تكون متوصله على سويتش ثاني اصلا وعلى اجهزه بره. يا سلام عليك، هو ده الاحساس. السويتش ليه ما بيفتيش؟ السويتش بيقول لك هو انا سمعت يقينا، بالنسبه لي كان نون يقينا انه على بورت 4، بالنسبه لي ده ستيل انون. ستيل انون يعني ايه؟ يعني مش جايز يطلع ان بورت 3 عشان بورت 3 صدق مش بورت 2 ان بورت 3 واصل على هاب او سويتش ثاني، وان دي ده يطلع على بورت 3 اصلا مش على بورت 4. عارف لو السويتش كان فتح وراح مطلعها من على بورت 4 كانت عمرها ما هتوصل لدي، فكان عمر ما دي هيرد، فكان عمره ما هيتعلمه، فكان هيفضل كل مره يطلعها من بورت 4 وكان عمره ما هيعرف دي فين. على فكره ده مش دي، ده كيو. شوف الشغل ده فدي مش دي، ده كيو. بس انا عامل العرض ان انا بكتبها دي ورحت حاطط الشرط بعدين. قصدي ان السويتش فعلا مش هيفتح. ليه؟ لو طلعها من بورت 4 طلع ان في واحد اسمه كيو، الداتا هتوصل لكيو حامين، فتيجي الداتا رايحه لدي تاني طلعها من بورت 4 توصل لكيو 100 كده، يبقى هتبقى عندك بعض الاجهزه في الشبكه مش بيوصلها لها الداتا. امال السويتش بيعمل ايه؟ قاعده لو مش عارف مش بيتخض.
بيفلط لحد ما يقينا يجي له رد. يعني لو جاله يقين رد ان السورس اللي اسمه دي جايه له معلومه من على بورت 3 موجوده على بورت 3 يبقى صح دي موجوده على بورت 3 وينفع يبقى سي ودي على نفس البورت. نوت بي في الليرنينج كانت بتقول ينفع يبقى في اكتر من جهاز على نفس البورت عادي. طيب فكده يبقى عرفنا السويتش هيفلط لو مش السويتش اه لازم يكون سويتش او لازم ستارت بروجكت لازم فاش الاثنين يوصلوا على بورت واحد لازم يكون في سنتر فايس ديفايس مفرع على بورت واحد. الحاله دي مش عارف الديستنيشن وانا مش عارف الديستنيشن الديستنيشن دي وهو ما كانش عنده دي لسه في الجدول كده ده بالنسبه له النور النور يعني مش في التيبل بتاعه ما تعلموش انا كده يعني ما خرجش من اي باب حد يقول انا دي وجت ده رايحه لي انا اعرف ان ايه هنا واعرف ان بي هنا واعرف ان سي هنا جت لي جت رايحه لي مش شرط يكون دي هنا ممكن يكون دي مع بي ممكن يكون دي وصل مع سي مش لازم يكون دي في البوابه الوحيده اللي ما جتش منها فوت. طالما الديستنيشن مش معروف مش عارف في الجدول فلازم هيفلوب عشان ما يبعتش حاجه غلط بالظبط. السويتش يقول لك ايه؟ يقول لك انا مش هبقى اقل من الهب يعني الهب بيكون بيوصلها وناس بتبروسيس وانا اغلط انا الحريف السويتش اغلط ووصلها في بوابه تطلع مش وصل عليها اصلا دي فده منطقي بس دي كيس اللي السويتش فيها بيفلوب. الكيس الثانيه اللي السويتش فيها بيفلوب لو كان الديستنيشن ماك كله افات. يعني لو كان الديستنيشن ماك كله افات طب خليه سوي كده الريموت بيتعب قوي لا ده عادي لما يخش الصيف قوي هتلاقي مثلا ممكن الريموت بيشتغل مثلا 70 مره في المحاضره لدرجه ما فكرت تجيب واحد عايز صغير كده يبقى ماسك الريموت يقعد يشوف الناس عايزه ايه ويظبط. طيب فعلا لو ان كيس ان الديستنيشن كان كله افات اف الديستنيشن ما كان برودكاست اللي هو ازاي يعني؟ اللي هو كده ادي كمبيوتر بي وادي كمبيوتر اي وادي كمبيوتر سي وادي كمبيوتر دي وادي سويتش واحد اثنين ثلاثة أربعة وفجأة سويتش شيرجات له داتا الديستنيشن مات مكتوب فيه كده اف 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 كم حرف؟ 12 حرف اف. البرودكاست اللي ما حضرش المرة اللي فاتت هو عبارة عن ماك 12 حرف كلهم بتوع افات. السويتش اول ما يشوف بقى الماك ادرس ان كله افات ليه يبقى ماك ادرس افات بالكهرباء 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 الاف دي اللي هي اربع وحيد كهرباء 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 ده يقول لك هو ده البودكاست بيعمل ايه السويتش؟ يروح مطلع الداتا دي من كل البورتس بس المره دي مين اللي هيبروسس؟ كله هيبروسس ما عشان كله عمل بروسس ده اسمه بودكاست. كان تعريف البودكاست المره اللي فاتت واحد بيسن وكله بيبروسس فكده ساعتها كله هيبروسس ولما هيردوا مش هيردوا ان السورس بتاعهم افات لما ده هيرد هيرد يقول انا مين؟ انا بي صح؟ ولما ده هيرد هيرد يقول انا مين؟ انا سي ولما ده هيرد هيرد يقول انا مين؟ انا دي مش هيرد ان هم افات بيردوا بالباك ادرس بتاعهم فلو كلهم طبعا ردوا السويتش هيعرف يتعلم دي احسن طريقه واحد واحد بس احنا مش عايزين نعرف كده يعني بالعكس ساعات يعني ده البرودكاست بيفكروا مع الاي بي فيرجن 6 ان هم يلغوه ليه بيفكروا يلغوه؟ ان في الاخر بالظبط كده فجاه يقيس فجاه انت بتبعت الكل وتلاقي كله بيرد على سويتش فبيبقى ضغط ساعتها على سويتش والتيم بتاعه كله كمان كان ممكن يتمل عشان كده ساعات بيبقى البرودكاست شيء مؤذي جدا جدا كله بيبروسس كله بيرد سويتش لو ما كانش قوي كان ممكن ينهار لو الشبكه كانت كبيره يعني شبكه كبيره وسويتش ضعيف السويتش كان ممكن ينهار ولكن التيم كله اتعرف فجاه الاول خالص السويتش الاول زي اصلا اللي عندك الاول اه انا فاهم هاي بيعمل تيم تمام هو بيعمل سيت الاول السويتش نفسه ولا الكمبيوتر نفسه لا هو بيعمل لا السويتش بيعمل زي ما تيم الاول ما هو دي كانت هيبعت واحد واحد ولا لا مش بيبعت هو بيستناهم هم اللي يبعتوا هو هيبعتوا ايه هم بيبعتوا بعض هو من نفسه اللي بيبعت ولا ايه الكمبيوتر نفسه هو بيبعت نفسه لا لا مش كده انت في الاخر قلت هستخدم الكمبيوتر ده عشان ابعت داتا لموظف معايا في الشركه عايز ابعت داتا تطلع من الراوتر والراوتر يطلع على الانترنت فانت لو قررت انك انت تستعين الكمبيوتر ده عشان تلعب جيم مع ده الكمبيوتر ده عشان تبعت فايل ده الكمبيوتر ده عشان تبعت داتا بيس ده فمين صاحب القرار الكمبيوتر عشان سالتك لو قصدك السويتش ولا الكمبيوتر فهو الكمبيوتر انت اللي قاعد عليه اليوزر نفسه اللي قاعد عليه هو اللي بيضطر الكمبيوتر انه يتريجر ويخرج داتا لما الكمبيوتر بيخرج داتا السويتش بيعرف مين اللي بعت فيخزن وشوف راح فين ما بيبقاش عارف فيفلط لما يجي رد من الموظف الزميل بيبدا ان هو يتعلم
كويس انت حاطط خيال ايه الموضوع ماشي ازاي؟ مش فاهم ايه مش كده اول ما السويتش بيشوف ده راح على السويتش الماك الفات ويقول لك الماك الفات اللي هو الماك ادرس بتاع مين؟ بتاع كله يروح مطلع على الكل وكله ساعتها هيبص بس شفت قبل كده ان اي جهاز بيخش على شبكه جديد بيبعت الار بريكوست هو هيطلع برودكاست ايوه ماشي ما هو انت هو بيبعت هو كده كده داخل فهو حتى هو عامل السويتش اكبر سويتش شويه من البرودكاست اول ما دخل صح ده الكمبيوتر نفسه صح ما هو ده فعلا يعني يطلع من هدي اصلا تطلع هدي الارض مش كده قلت لك ايه بتسبق الهاند شيك ان اول ما هوصل الكاب هتلاقي الكمبيوتر راح بعت البرودكاست بعد خمس دقايق طيب كده هو كده اكبر نوع من البرودكاست طبعا اكبر كل كمبيوتر بيوصل في الشبكه بيقدر لازم سويتش انه يعمل فلودنج في اول خطوه ليه هما دايما بيقولوا دي في البدايه ده لسه مفيش داتا بعد ده لسه دوبك الكمبيوتر واصل فدي فتره وهي لسه مريحه في الشبكه في بدايه الشبكه بعد شويه السويتش بيبقى عامل اللي سوري الكمبيوتر بتاعك انت عارف خلاص مكانه الوايبات اللي حواليه ما بتعملش الارب ده تاني فبيحصلش المشكله دي تاني ولكن السويتش لو مسح ايه ولا بي ولا سي هيفرط مره واحده اللي هي المره دي فدي بقى ممكن افترضناها بعد ما عمل الارب فتره فاتت نص ساعه في ربع ساعه يعني الكمبيوتر محتفظ بمعلومات الوايبات الارب بس السويتش كان لسه من خمس دقايق خلاص يعني لو في يوزر تمام لو في زر بيوصل برودكاست على طول اطلع بص ده مش برودكاست لا ده اطلع هو الكمبيوتر بيوصل بيبعت البرودكاست واحد اسمه مارك واحد اسمه ديب سي او واحد اسمه ديب سي واحد اسمه مارك الكمبيوتر نفسه لا البرودكاست اللي بيحصل لسه ما خدناش يعني هم بيتكلموا طبعا ايه في خطوات قدام شويه حاجه اسمها الارت والدي اتش سي بي ابلكيشنز يعني في تطبيقات لضبط الشغل في الشبكه هي اللي هتخلي الكمبيوتر مضطر يبعت في البرودكاست كلها هتبقى تطبيقات هدفها المعرفه ان الكمبيوتر يعرف حاجات ناقصه في الشبكه يعني واحد بس داخل في شبكه ما يعرفش مين اللي حواليه مكانتهم ايه ايفيهاتهم ايه اي بي ونفسه شخصيا ايه فبيبعت برودكاست لكن احنا بنتكلم في ايه؟ ان لو اي تطبيق من اللي لسه بنحكي عليه بعت برودكاست ايه يا ترى الريسبونس بتاع السويتش؟ ممكن يعمل تيبل ممكن يعمل تيبل لو كلهم ردوا مش هيبدا يعرف كل الاجهزه الموجوده لا هو مش كده اصل بص هيطلع برودكاست في برودكاست ان انا ببعت الكل ومش كلهم هيردوا ان واحد بس هيرد في برودكاست انا هبعت لكل وكلهم بيردوا فعشان كده ايه يعني خلينا بعيد انواع البرودكاست هيطلع في البرودكاست بتاع دي بي سي بي انا ببعت لكل حاجه اسمها دي بي سي بي سيرفر بس هو اللي بيرد كده واحد بس اللي رد يعني ما بعتش لواحد بس في برودكاست زي الارض انا ببعت لكل وكله بيرد فكده اتعلمت دول كلهم فلسه انواع البرودكاست ده من الاخر فاضي ربع الداتا لو كانت ستيشن ميت بتاعها برودكاست السويتش هيعمل ايه فاضي سويتش نفسه احنا بنتكلم عن مين؟ ايه الريسبونس بتاع السويتش؟ لو السويتش لقى الديستنيشن مش معروف بيفرض لو لقى الديستنيشن افات ده معروف بس ده معروف مخصوص حاجه مخصوص حاجه معروفه ان هو افات ده معناها برودكاست برضه السويتش بيعمل ايه؟ بيفرض هو لسه بقى على حسب نوع البرودكاست يعني لسه ما اعرفش ده بسبب ايه؟ اللي حصل بسبب ايه؟ ار بي ريب اي جي ار بي اطلع ان في انواع من البرودكاست واحد يرد في انواع من البرودكاست كله لازم يرد فدي على حسب المهم ان في الاخر اللي هيرد السويتش هيتعلم واللي مش هيرد السويتش مش هيتعلم بس ماشي لا بس تدفع ايميل للشركه كلها ازاي؟ تبعت ايميل للميل سيرفر والميل سيرفر نفسه بيخزن الكلام ده عنده بحيث الموظفين لما كل واحد يخش واحد واحد يشوف الايميل بتاعته يعني مش كل الموظفين ممكن يكونوا قاعدين على كتابهم في نفس اللحظه توصل الميل سيرفر اجو دول حضر كنت هضيعوا لنا المحاضره وكان هياخدوا بريك ويبوظوا الحته دي وكنا لو بدانا بعد البريك بدانا من الحته دي كنتش هنخلص المحاضره ابوس ايدي كنت فرصه سهله عارف كل اللي انا قلته ايه والله بسيطه وسهله انا ما شفتش جروب معقد الامور كده بقول لكم لو كان السويتش ما كفات السويتش هيفرط والله بس كده ليه انت طالما فهمت عايز تعقد الموضوع تقول ايه طب اصعب على نفسك طب الفلوت ده هيوصل مين؟ طب مين اللي هيرد؟ طب مين اللي مش هيرد؟ ليه؟ يعني عارف ليه بتعملها كده؟ هيجي الكلام ده سيرته قدام مش دلوقتي، افتكر كلامي، قلت لك انا بحاول ادي كورس جرعات، الجرعه الزائده تسبب شلل عقلي، احنا جرعتنا دلوقتي عباره عن لو السيرش مفاجاه لقى الفريم جايه له والديستنيشن مش في جدول هيعمل ايه؟ مفاجاه ولو لقى الديستنيشن كله فات مفاجاه هيعمل ايه؟ برضه سهله جدا. طيب تعال ناخد نوت ورا الفلوت دي واحكي لك هيعمل ايه في البودكاست ونريح. يعني نوت ومعلومه ونريح. نوت دي نوت بتقول ايه؟ بعد ما عرفنا ان السويتش اول ما بيجي له برودكاست بيفلوب ده انتوا وسعتوا كده النهارده يا جماعه.
نوتي بيقول ايه؟ نوتي بيقول ان all devices on a switch كل الاجهزه باص على سويتش ان the same broadcast domain نوت بتقول all devices on a switch كل الكمبيوترات اللي بتبقى واصله على سويتش in the same broadcast domain يعني ايه كلمه broadcast domain in the same الله عليك جبت من الاخر كلمه broadcast domain هتطلع يعني نفس اللان نفس الشبكه كلمه broadcast domain يعني نفس منطقه نفس الاريا نفس الاريا نفس منطقه اي اذاعه مش لازم تفكري جديدا انك تدرسي الكورس ده يعني حاولي وانت بتذاكري تحطي في دماغك انك هتشرحي الكورس ده فوالله هتبقى مستر شاطره جدا طيب خلي بالكم ان احنا عندنا باشمهندسات كتير شاطرين الشباب في الشتاء حلو شويه عارف الشباب شاطر شفتوا حاجه اكتر بنت كسبانه دلوقتي على فكره في كذا بنت ما شاء الله عليهم ايه يا باشا انت عامل مفاجئ هو ده الحيزي صح ايه ده هو بالظبط هو عامل ده ان دايما البنات بتطلع على وقت الامتحان ده فعشان مش هو ده الحيزي الامتحان مش هو ده كده اهو بكره مفيش كورس اسمها كده بكره ناخد شرط حاجه كده يا عم بهرج معاك بقول لك الامتحان بكره انت مش هتيجي بكره اصلا عامل امتحان مفاجئ ليا انا عامل ايه على امتحان الوحيد اللي انا واصلش نفسي ما انت بكره امتحان عارف امتحان كده يعني انا ما كنتش هقول لك كده عشان لا هنخليه السبت بالليل بتاع الاثنين الصبح السبت الساعة 7 وربع يتعاد 2 ونص. وما تعتمدش انك هتاخد من زمايلك بتوع 7 وربع الامتحان. دول امتحان ودول امتحان تاني. صحيح ده لا ده الامتحان الجماعي. يعني حل فيه حل جماعي. ده الامتحان الجاي امتحان حل جماعي. جماعي ازاي؟ اكيد عجبتك الفكرة. انا انسان ديمقراطي. انا البروجيكتور. ما احبش اخضك بالظبط كده. ما احبش ان انا اخضك. اول امتحان ليك ما كانش ينفع ان انا اخضك بورقة وشكل الاسئلة يكون غريب. فاول امتحان هجيبه لك على البروجيكتور. كلنا بنشوف السؤال وبعدين باخد منك يا ترى تفكر في اجابتك ايه ويعني اللي عارف الاجابه بيقول واللي مش عارف بيقول اللي قاله اللي عارف يعني انت مثلا عارف الاجابه قلت طب يا جماعه مين اللي مش عارف انا مش عارف طب الاجابه ايه دي يبقى صح اديك الدرجه بتاعتك كده انا طيب جدا بس ده في اول امتحان بعديه باسبوع على طول بعديه باسبوع على طول يعني بعديه ثلاث محاضرات هيبقى الامتحان الفردي كل واحد امتحانه باسمه الاي دي بتاعه ومفيش اثنين هيمتحنوا زي بعض عشان بس ما تخضكش انت لازم اجيب لك الاول شويه اسئله على البروجيكتور من اللي بتيجي في الامتحان تعرف فكره الاسئله عامله ازاي ايه ده على الاقل تطبعها مثلا من الاولانيه دي على البروجيكتور هطبعها لك الباقي كله مطبوع اصلا الباقي كله باقي انت الامتحانات كلها مطبوعه فبس سعيد عشان خاطر ايه ما يبقاش زمايلك يجاوبوا وانت اللي مش بتجاوب يعني هي بس احساس هيبقى سيء جدا ان كلهم بيجاوبوا الا انت واحد بس ما تجاوبش مش عايز كده مش عايز اي والله صح طيب فده انا بقى نشوف مع بعض يعني ايه منطقه الاذاعه برودكاست اريا او برودكاست دومين كل الاجهزه اللي واصله على السوق لو واحد منهم بعت برودكاست مين اللي هيبروسيس البرودكاست؟ كله فبيقولوا كده انه كله يعتبروا في نفس منطقه اي برودكاست سيم برودكاست دومين وفي الاخر هيطلع فعلا مقصود بكلمه سيم برودكاست دومين نفس اللان نفس الشبكه الاجهزه اللي مع بعض في نفس الشبكه مسموح لهم يبعتوا مع بعض برودكاست عادي جدا الأجهزة اللي بتتأثر بالبرودكاست بتاع بعض بيعتبرهم في نفس البرودكاست يعني لو خدنا النوت دي عن الهب all devices on a hub كل الأجهزة اللي واصلة على الهب سؤال ليه؟ الأجهزة اللي واصلة على الهب لو واحد بعت برودكاست هيوصل لمين؟ آدي أجهزة واصلة على الهب لو واحد بعت برودكاست تعرف ان الهب ما بيقراش البرودكاست ولا يعرف يعني ايه برودكاست لو كان الديستنيشن فات الهب مش هيعرف فالهب كده كده هيعمل ايه هيفلوس مش فارق معاه مش فارق معاه بس كل اللي هيعمله بروسيس يعتبروا مع بعض في نفس البرودكاست كمان يعني ما فيهمش عازل في البرودكاست ما بيعزلش ما بينهم بعض البرودكاست كلهم يشوفوا برودكاست بعض مين اللي هيبروسيس ده هيبروسيس عشان مبعوته برودكاست وده هيبروسيس عشان مبعوته برودكاست ده هيبروسيس عشان مبعوته برودكاست اذا كل الاجهزه اللي واصله على هب all devices on a hub هم كمان on same broadcast domain مقصود ايه بكلمه same broadcast domain يقدروا يستقبلوا من بعض برودكاست عادي جدا
طب ممكن اصعب لك السؤال اكتر، اوصل لك هب على سويتش، بلاش هب على سويتش، هب سويتش على سويتش وهب، نفس الرسمه اللي كنت قلت لك سويتش من العيار الثقيل ابو 576 فولت. لو نفس الرسمه دي سويتش ابو 576 فولت ماشي، وبورت طلع على سويتش تاني وبورت طلع على هب، دي كده على فكره كلها لسه نفس اللام. وهنا كان في جهاز اسمه A وجهاز اسمه B وجهاز اسمه C، وهنا كان في جهاز اسمه D وجهاز اسمه E وجهاز اسمه F. وافكرك كنا زودنا كده جهازين على الجنب كان G و H. السؤال لو دي بعد ديستنيشن ماك اف اف، بس مالناش دعوه سوري يعني مالناش دعوه بان هو اسمه اف اف، لو في جهاز بعد ده على ديستنيشن ماك اف اف البرودكاست هيوصل لسويتش، فالسويتش هيروح بيطلعه من كل البورتات، فالسويتش الثاني هيروح بيطلعه من على كل البورتات فيوصل الهب، فالهب يخرجه من كل البورتات. بس مين اللي هيبروسس؟ كله كله كله، لانه طالع على ديستنيشن ماك كله افات كله هيبروسس. اذا كل دول هل بيتاثروا بالبرودكاست بتاع بعض؟ اه يبقى كل دول بيتاثروا بالبرودكاست بتاع بعض. اه فكل دول يعتبروا سيم برودكاست دومين. فكانت الباشمهندسه قالت يا دوبك واحنا بنحط راس النوت قالت لك على نفس الشبكه. ايوه نفس الشبكه هو برودكاست دومين، كل الاجهزه اللي في شبكه واحده في برودكاست دومين واحد، نفس البرودكاست دومين. ودي فائدتها ايه؟ هتبقى معانا في العملي ان احنا نعرف يوم ما نبعت برودكاست هيوصل مين، حدوده هتبقى اللام بتاعتنا كلها. يعني لو في عندي 300,000 جهاز في اللام واحد منهم بعت برودكاست، ال 299,999 هيستقبلوا البرودكاست بتاعه اللي كلهم برودكاست دومين. ودي مشكله لما شفت البيدج، دي مشكله وهناخد حلها ان شاء الله في حاجه اسمها الفي لانز. يعني هناخد قدام في الكورس حاجه اسمها الفيرتشوال لانز في لانز، اللي بيها هنعالج مشكله ان شبكتي لما تبقى 300,000 سيتي ستارز فيها بقول لك فوق 300,000 جهاز، لما محل يبعت برودكاست يوصل لكل المحلات ده حاجه صعبه جدا. فهناخد حاجه اسمها في لانز بنقسم بيها اللان بتاعتنا عشان خاطر نعزل البرودكاست. ساعتها لما نعمل في لانز دي مش هيبقى عندنا سيم برودكاست دومين، لما نعمل في لانز هنعزل البرودكاست خالص عشان خاطر محل بمجموعته ما يتاثرش على المحل بمجموعته، شركه ما تاثرش على الفندق اللي موجود هناك، فندق ما يتاثرش على فندق تاني. توقعاتك بقى من الحته الاخيره، لو كان الديستنيشن ماك مالتي كاست عارف مالتي كاست اللي هو ايه؟ مالتي كاست اللي انت بتبقى عايز تبعت داتا لمجموعه. في الحقيقه سويتش بيقول لك انا ما عنديش حاجه اسمها ان انا ابعت لمجموعه. السويتش لو ده ايه؟ ده بي ده سي ايه ده دي؟ السويتش ايه تفكيره؟ السويتش بيقول لك لما يكون في ناس مثلا بيلعبوا جيم في مجموعه شويه تلاقي واحد عمل معاهم جوين زياده، بقوا بدل ما هم اربعه مثلا بقوا خمسه عايزين يلعبوا بعض جيم. شويه واحد من الخمسه عمل ليف للجروب، يعني طلع من الجروب اللي بيلعب جيم، رجعوا اربعه تاني. شويه اثنين زادوا بقوا سته. شويه ثلاثه عملوا ليف للجروب بقوا ثلاثه. فالسويتش بيقول لك ايه؟ انا كل شويه هقعد اعرف مين اللي عمل جوين ومين اللي عمل ليف. القصه دي صارت دايما تبع الابلكيشن، يعني لو حد فيكم خبير برضه في الواتساب يعني يشتغل على الواتساب، فلما تيجي جوين جروب تليف جروب، فالمفروض يعني السويتش كان يقعد يتابع مين عمل ليف مين عمل جوين عشان يعرف مين اللي واصل ويشتغل مالتي كاست. السويتش بقى علشان خاطر ما يقعدش يوجع دماغه يقول لك اول ما هشوف ديستنيشن ماك مالتي كاست. وازاي بقى بيعرف الديستنيشن ماك مالتي كاست؟ بالظبط اول ما الاقي ديستنيشن ماك بيبدا ب 0.105 يقول لك هو انتوا 0.105 اللي هم الجماعه بتوع مالتي كاست اللي احنا رمزناهم المره اللي فاتت بدبليو رمز دبليو. عارف السويتش يقول لك ايه؟ يقول لك انا مش هرجع دماغي، انا هفلط هطلعها في كل الاتجاهات، واللي مسطب وعامل جوين للجروب يعني اللي بجوين للجروب ده هو اللي بروسس. مين بقى اللي هيبروسس؟ اللي عامل جوين للجروب ده بس، اللي هم مين؟ مجموعه. اي مجموعه؟ المجموعه المسطبه بالتطبيق ده هي بس اللي هتبدا تبروسس. لو عايز يخش حد مش في الجروب ده، لا مش في الجروب ده، جروب تاني، جروب تاني يبقى مالتي كاست تاني. السويتش برضه بيعمل ايه؟ بيفلط. لو عايز تبعت لحد بعينه اسمه يوني كاست، لو بتبعت لمجموعه اهو ده اللي اسمه المالتي كاست. زي بتاع عايز ابعت للجروب بتاعي، فده كده انا بعت لمالتي كاست لمجموعه مش لكل اللي على الواتساب، لمجموعه مش بعت لواحد بس، انا بعت لكل الموجودين. اي موجودين اللي عاملين جوين دلوقتي عددهم قد ايه؟ احنا كده كده بنبعت مالتي كاست على عنوان الاماندا متسطب على كل الاجهزه اللي جوه الجروب دوت.
فمين اللي هيبروسس اللي مسطب المالتي كاست ابلكيشن؟ يعني من الاخر كده السويتش بيفرض في كام حاله دي النود اللي احنا عايزين نعمل صغيره. بص يا بص الصبوره ممكن تكون طولت شويه وخدت وقت. ثمار الصبوره دي هي الجمله اللي جايه دي. مجرد ما انت عرفت الجمله اللي جايه دي ده سؤال اصلا الامتحان. اوعى تفتكر مثلا انت عايز اسالك اشرح بالتفصيل وايه اللي بيحصل وايه اللي بيقرا السؤال في الامتحان ده يقول لك ايه؟ يقول لك انت حالات اللي فيها سويتش بيفلط السويتش هيطلع بيفلط اف. بص انا هختصر لك ازاي. اف بوم اف بوم برودكاست وعليك برودكاست انون انون. طبعا في الامتحان مفيش بوم دي يعني بوم دي مقالش بوم اف بوم. هتلاقي ثلاث اختيارات اف برودكاست انون مالتي كاست. دول الثلاثة كيسز اللي فيهم اللان سويتش بيفلط. اما اللان سويتش لسه هنعرف عنه ولكن انت محتاج تستريح وتفصل ثم نعود للصبورة القادمة من الفروي. نقدر نقول على مثلا الضباز ده مش في الفوات اسلمين بعد ما يكون خرج على روتر. الله عليك خرج من نتوك تاني لو هو مثلا بطيئة.